السلام عليكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مها رأفت. النهاردة بإذن الله هنشرح أول محاضرة في البارة. قبل ما نبدأ في المحاضرة نعقد النية كده ان احنا بإذن الله هنفهم كويس وهنركز كويس في المحاضرة، وبإذن الله هنطلع المحاضرة دي حافظينها، ولو بس هتقروها بعد المحاضرة والدنيا تبقى تمام قوي. تمام. طيب المحاضرة بتاعتنا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على introduction عن الباراسيتولوجي. على قد ما المحاضرة دي بإذن الله هتلاقوها بسيطة وسهلة، على قد ما هي مهمة جدا. يعني المصطلحات اللي احنا هنقولها في المحاضرة دي هي هتفضل مكملة معاكم في طول السنتين اللي انتوا تاخدوا فيهم بارا، سنة اولى وتانية. تمام. فلو مصطلح وقع منكم مركزتوش فيه كويس هيبقى صعب جدا ان انتوا تعرفوا تاخدوا المحاضرات اللي بعد كده او تفهموها كويس. تمام. طيب نركز بقى مع بعض. اول حاجة انا عملت لكم المايند ماب دي عشان خاطر تكون بسيطة كده وسهلة، وما يعني ما نرغيش كتير. هي فيها كل الكلام المهم اللي في المحاضرة، مش شايلة منها اي حاجة مهمة، هو ده الكلام اللي ممكن يبقى جاي يعني في الامتحان وكده. خلاص. هنبدأ بقى بسم الله. هنتكلم على الباراسيتولوجي. الباراسيتولوجي زي ما احنا عارفين ان هي العلم اللي بيدرس الطفيليات، او هي علم الطفيليات. تمام. طيب يعني ايه علم الطفيليات؟ هي العلم اللي بيدرس الكائنات الصغيرة اللي بتعيش جوه كائنات تانية كبيرة. خلاص. طيب الكائنات الصغيرة دي بنطلق عليها اسم بارازايت. تمام. او بارازايت. بارازايت يعني ايه؟ يعني طفيل. خلاص. يبقى بارازايت يعني ايه؟ يعني طفيل. طيب ايه هو الطفيل ده؟ ايه هو البارازايت ده؟ هو كائن بيتطفل على كائن تاني. غالبا الكائن التاني اللي بيتطفل عليه ده بيكون جسم اكبر منه، وجسم اكبر منه يعني ممكن يكون يا اما جسم انسان يا اما جسم حيوان. طب هو ليه البارازايت الرخم ده بيتطفل على الجسم الاكبر منه؟ بيتطفل عليه عشان خاطر يوفر لنفسه حاجتين. اول حاجة ان هو يوفر لنفسه مأوى يعيش فيه. تاني حاجة ان هو يوفر لنفسه نيوتريشن او مصدر للتغذيه، ومش هيلاقي افضل من الانسان او الحيوان يعيش فيه، لان الانسان دائم التغذيه وكذلك برضو الحيوان دائم التغذيه، وفي كلتا الحالتين الانسان درجه حرارته او درجه حراره جسمه ثابته، بالعكس بقى من البيئه الخارجيه اللي هي دايما في تغير في درجات الحراره كده. فالكائن اللي هو الطفيل ده او البارازايت ده بيبقى كائن ضعيف، ما يعرفش يعيش مع التغيرات البيئيه اللي بره جسم الانسان، وساعتها بيضطر يدخل جواه عشان خاطر يوفر لنفسه شيلتر ونيوتريشن. تمام. طيب ده بالنسبه لتعريف البارازايت، هو عباره عن اورجانيزم او سمول اورجانيزم يعيش جوه اورجانيزم تاني، وعشان خاطر يوفر لنفسه حاجتين، شيلتر وايه ونيوتريشن. طيب يهمنا ايه بقى في البارازايت؟ يهمنا نبقى عارفين كويس جدا ان البارازايت او الطفيليات بنقسمها لثلاث انواع. خلاص. يبقى الطفيليات بنقسمها لثلاث انواع. ايه هما الثلاث انواع بتوعنا؟ عندنا اول حاجه اسمها الهلمنسس او الديدان. يبقى اول حاجه معانا اللي هي ايه؟ اللي هي الهلمنسس او ايه؟ او الديدان. ثانيه واحده اكبر لكم عليها. يبقى معانا اول نوع من البارازايتس اللي هي الهلمنسس او الديدان. تمام. طيب بعد كده ثاني نوع معانا عندنا حاجه اسمها الارثروبودز او الحشرات. ثالث حاجه معانا حاجه اسمها البروتوزوا او الكائنات الاوليه. طب احنا مش هنفتكر الثلاث كلمات دول صعبين او رخمين وكده، نعرفهم بكلمه انا عملتها، كلمه حب، HAB. خلاص. كلمة حب هي الانواع بتاع البارازايتس او تصنيف البارازايتس، ال H هلمنسس او ديدان، وال A ارثروبودز، وال B بروتوزو. تمام. هو مش هيجي في الامتحان ويقول لك ايه هي انواع البارازايتس، لا، هو انت بس تبقى عارف ايه هي انواع البارازايتس، عشان احنا طول موديول الباراسيتولوجي هناخد من كل نوع من دول كم، يعني كم مثال كده، هناخد كم مثال من الهلمنسس وهناخد كم مثال من الارثروبودز وكذلك البروتوزو. تمام. فانت تبقى عارف تصنيف البارازايتس دي ايه. خلاص. طيب بعد كده يا دكاتره، بعد ما عرفنا ايه هو البارازايت وعرفنا ايه هي انواعه، محتاجين بقى نعرف حاجة مهمة جدا او كلمة مهمة جدا. الكلمة دي اسمها او مصطلح مهم اسمه الميديكال باراسيتولوجي. يعني ايه بقى ميديكال باراسيتولوجي؟ من اسمها هي العلم الطفيليات الخاص بطلبة الطب، او احنا، او هو التفسير اللي بيوضح لنا احنا ليه اصلا بندرس المادة بتاع الباراسيتولوجي دي اللي هي فيها ديدان وحشرات. احنا كطلبة طب تهمنا في ايه؟ تهمنا طبعا كتير جدا، واغلب ليه؟ لان اغلب الامراض اللي بتيجي الانسان غالبا بيبقى يكون سببها طفيل معين. خلاص. الطفيل ده يا جماعة جسم صغير، اي نعم، بس لما بيدخل
بيدخل جوه الجسم بيتكاثر جواه بنسبه كبيره جدا. ده غير كمان زي ما انا قلت لكم ان هو بياخد جزء من التغذيه بتاع الانسان ده فبالتالي بيأثر عليه. ده غير كمان ان ممكن الطفيليات دي تفرز مواد سامه كتير جدا وبرده بتعمل للانسان ده ضرر. ده غير كمان ان الطفيل ده يعتبر جسم غريب فمجرد دخوله جوه جسم الانسان هيعمل ايه؟ هيعمل ان هو هيبدا يحس الجسم ويطلع الخلايا المناعيه تطلع وكده هيعمل استثاره او اثاره مناعيه للجسم فده طبعا ممكن يعمل اضرار كتير جدا للانسان وتبدا تظهر عليه اعراض خلاص. فطبيعي احنا كطلبه طب محتاجين ندرس ايه هي البارازايتس اللي بتسبب امراض للانسان او قادره ان هي تسبب امراض للانسان. فلما يقول لك في سؤال ايه هي الميديكال باراسايتولوجي هو مش هيجيبه لك ريتن غالبا طبعا هيبقى ايه هيبقى ام سي كيو فممكن يجيب لك التعريف ذات نفسه ويجيب لك اختيارات فانت تختار الميديكال باراسايتولوجي. ايه هي الميديكال باراسايتولوجي؟ هي عباره عن العلم اللي بيدرس البارازايت اللي قادره ان هي تعمل امراض الانسان تمام. فاذا الميديكال باراسايتولوجي it is a science that studies parasites capable of causing disease in man تمام. الدكاتره مهم جدا التعريف ده خلاص. طيب ده تاني حاجه معانا. تالت حاجه معانا بقى يا دكاتره عايزين نعرفها ودي تقريبا اهم حاجه في المحاضره او تالت مصطلح معانا مهم في المحاضره دي هو مصطلح حاجه اسمها هوست تمام. المصطلح بتاع الهوست ده يا دكاتره مهم جدا 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 واكيد مليون في الميه هيجيب لكم سؤال او سؤالين منه في الامتحان. ممكن يجيب لكم سؤال ام سي كيو وسؤال مثلا ترو فولس لو في ترو فولس خلاص بس اكيد هيجي منه سؤال. الهوست يا دكاتره يعني ايه؟ ثانية واحدة كنا بنتكلم يا دكاترة عن ايه؟ كنا بنتكلم عن حاجة اسمها الهوست ومهم جدا الهوست ان احنا نعرف ايه هي الانواع بتاع الهوست. طب يعني ايه اصلا هوست؟ هوست بالعربي يعني كلمة يعني مضيف خلاص. فهو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الجسم اللي بيستضيف البرازات. يعني دلوقتي نعتبر ان الهوست ده هو البيت او الملجأ اللي هيعيش فيه البرازات. طب البيت او الملجأ اللي بيعيش فيه البرازات ده احنا قلنا من الاول هو عبارة عن ايه؟ البرازات هيعيش فين؟ يا اما جسم انسان يا اما جسم حيوان خلاص. فانما عارفين ان الهوست ده هو البيت او الملجأ اللي هيعيش فيه البرازايت وجايبه لكم او رسمه لكم جنبها كلمه صوره بيت اهو خلاص. رسمه لكم صوره بيت ده دليل ان هو البيت او الملجأ اللي هيعيش فيه البرازايت زي ايه؟ زي جسم انسان او جسم حيوان. ده بنسميه ايه؟ بنسميه هوست. طيب احنا قسمنا الهوست ده لكذا نوع خلاص قسمناه خمس انواع وكل نوع منهم مهم جدا جدا جدا. طب عايزين بقى نعرف ايه هي الانواع دي وايه الفرق ما بين كل نوع والتاني لان الاسئله بتاع الامتحان بتبقى حوالين محور ان انت قادر تفرق ما بين انواع ولا لا خلاص فبيقعد يلعب في الاسئله على حسب كده تمام. طيب او الانواع دي عشان خاطر ما ننساهاش احنا بنعملها في سكيمه كده او انا عملتها لكم حاجه اسمها دركه. كلمه دركه دي اي ار سي اي تمام. كلمه دركه دي يا دكاتره عايز اختار لكم لون تاني تمام نقلل السايز شويه تمام. كلمة ايه؟ كلمة دركة. طيب كلمة دركة اول حاجة معانا او اول نوع معانا هو ده النوع الاول اللي هو الديفينيتيف هوست. ديفينيتيف هوست بالعربي يعني العائل الاساسي او الرئيس او المستقبل الرئيسي تمام. يعني ايه مستقبل رئيسي؟ يعني هو بنقول دايما ان الديفينيتيف هوست ده هو البيت اللي عاش فيه البارازايت من فترة طفولته. يبقى الديفينيتيف هوست ده هو البيت اللي عاش فيه البارازايت من فترة طفولته وكبر فيه مع الوقت وكمان اتجوز فيه وخلف فيه تمام يا دكاترة. يبقى بنقول ان الديفينيتيف هوست ده هو المستقبل الاساسي او الرئيسي وهو بمثابة البيت اللي عاش فيه البارازايت من هو صغير او لسه كان يعني بارازايت في وقت طفولته لحد ما بقى بارازايت بالغ وكمان اتجوز فيه وخلف فيه. فبالتالي اهم كلمتين في الديفينيتيف هوست ده ان البارازايت بيبقى سيكشوالي ماتيور تمام. يبقى اهم حاجه في كلمه الديفينيتيف هوست ده ان البارازايت بيبقى ايه؟ سيكشوالي ايه؟ ماتيور. يعني ايه سيكشوالي ماتيور؟ يعني ناضج جنسيا. البارازايت بيوصل لمرحله او سن البلوغ جوه جسم الديفينيتيف هوست ده خلاص وكمان بيبقى قادر ان هو يتزاوج وينتج بارازايت تانية صغيرة فهو بيريبروديوس سيكشوالي خلاص. يبقى دلوقتي عندنا ايه هو الديفينيتيف هوست؟ هو المستقبل الاساسي او العائل الاساسي البارازايت فيه بيبقى سيكشوالي ماتيور وكمان بيريبروديوس سيكشوالي خلاص يا دكاترة. ده بالنسبه لايه للديفينيتيف هوست. والصوره اللي انا جايبها لكم اهو البارازايت بيبقى لسه صغير وبعدين يبقى ادلت وبعدين يبقى سيكشوالي ماتيور ويقدر ان هو يريبروديوس سيكشوالي يطلع بارازايتس ايه صغير
تمام يا دكاترة. يبقى لما يجي يقول لنا ايه هو الديفنت بوست، تقول له هو العائل الاساسي يعني الرئيسي، وغالبا بيكون جسم انسان في اغلب الاحيان، يعني الانسان هو اللي بيعمل كديفنت بوست. تمام. البارازايت بيعيش فيه من هو صغير، ومثلا بيكبر بقى يبقى ادلت وكده، بيبقى سيكشوالي ماتيور، وكمان بيربروديوس سيكشوالي، ده بنسميه الديفينيتيف ايه هوست. تاني حاجه معانا في كلمه دركه هو حرف الاي، وحرف الاي ده اختصار لكلمه انترميديات هوست. انترميديات هوست هو المستقبل الوسيط. تمام. الانترميديات هوست ده دكاتره عكس الديفينيتيف هوست تماما، يعني هنعكس كل الكلام اللي احنا قلناه في الديفينيتيف هوست. احنا قلنا الديفينيتيف هوست بيمثل البيت الكبير اللي بيعيش فيه البارازايت من طفولته لحد ما يكبر، هنا لا، الانترميديت هوست بيمثل الحضانه. تمام. هو بيمثل ايه؟ بيمثل الحضانه. انت دلوقتي كطفل لما كنت صغير مامتك ودتك الحضانه، فانت خرجت من الحضانه، هل خرجت منها شخص بالغ وناضج وبتاع؟ لا، انت بتخش الحضانه فتره معينه من حياتك وبتخرج منها طفل برضه. تمام. يعني انت بتخش طفل وبتخرج طفل، بس هي بتبقى فتره معينه من حياتك. فالانترميديت هوست برضه بيمثل فتره حضانه للبارازايت. البارازايت بيخش يعيش جوه الجسم ده او جوه الانترميديت هوست ده فتره صغيره جدا. تمام. بس ما بيبقاش قادر ان هو يوصل للادلت ستيج، ما بيبقاش سيكشوالي ماتيور، لا. فبالتالي الانترميديت هوست البارازايت بيبقى سيكشوالي ام ماتيور، يعني لسه غير ناضج جنسيا، فبالتالي هو مش هيبقى قادر ان هو يتكاثر جنسيا، فهيلجأ ساعتها البارازايت ان هو يتكاثر او ينتج بارازايت ثانيه اسيكشوالي. تمام يا دكاتره. هيضطر ان هو ريبروديوس اسيكشوالي. فاحنا دايما نبقى عارفين ان اول نوعين معانا من الهوستس عكس بعض. الديفينيتيف هوست البيت الكبير، البارازايت بيبقى سيكشوالي ماتيور وكمان بيبقى ريبروديوس سيكشوالي. الانترميديت هوست البارازايت بيبقى سيكشوالي ام ماتيور وريبروديوس اسيكشوالي، عشان هو بيبقى لسه في فتره حضانه، او يعتبر ايه هو الحضانه بتاع البارازايت. وغالبا الانترميديت هوست بيكون حيوان. مش معنى ان انا بقول غالبا يعني مثلا ان هو حيوان فمعنى كده الانسان ما بيشتغلش كانترميديت هوست، لا. احيانا في بارازايتس معينه بتعيش جوه جسم الانسان فتره صغيره جدا وما تقدرش ان هي تتكاثر جواه، بالعكس كمان ان هي ممكن تتخذ جسم الحيوان كديفينيتيف هوست، فمش شرط. انا بقول لك في الغالب الانسان بيبقى ديفينيتيف هوست، وممكن كمان الحيوان يبقى ديفينيتيف هوست. وكذلك برضو الانترميديت هوست في الغالب بيكون حيوان، بس الانسان احيانا برضو ممكن يبقى انترميديت هوست. تمام. طيب كده اول نوعين معانا من كلمه دركه، ديفينيتيف وانترميديت هوست، النوعين مهمين جدا. لو عايز لخبطه في امتحان هيجيب لك حاجه من النوعين دول، وغالبا نركز على الكلام اللي هو زي سيكشوالي ماتيور وريبروديوس سيكشوالي وسيكشوالي ام ماتيور وريبروديوس اسيكشوالي، بيلعب في الكام كلمه دول. خلاص. طيب نيجي بقى لتالت نوع معانا في كلمه دركه، الا وهو الريسيرفوار هوست. تمام يا دكاتره. نخش على الهوست اللي بعده اللي هو الريسيرفوار هوست. تمام. يعني ايه بقى ريسيرفوار؟ كلمه ريسيرفوار بتساوي كلمه مخزن او كلمه مستودع. فالهوست ده بنمثله بكلمه مستودع العدوى. يعني ايه مستودع العدوى؟ بيقول لك يا دكاتره ان الهوست ده غالبا بيبقى انيمال، يعني في الغالب بيبقى ايه؟ بيبقى انيمال. وكلمه انيمال دي مهمه جدا، بيجيبها لك ترو فولس او بيجيبها لك ام سي كيو، يقول لك الريسيرفوار هوست هو الانيمال، الانيمال اللي بيبقى في قلبه بارازايت معين زي الهيومن بالظبط. تمام يا دكاتره. يعني ايه؟ يعني دلوقتي يا جماعه في انواع من البارازايت ممكن تعيش جوه جسم الانيمال، خلاص، وفي نفس الوقت تنتقل من الانيمال ده لجسم الانسان عادي جدا. خلاص. تمام. يعني مثلا زي ما تكون جايب قط او كلب، والقط او الكلب دول جواهم بارازايت معين وانت مش عارف، يعني هما مش واخدين تطعيماتهم وكده، فهو جواهم بارازايت معين، فانت احتكيت بالقط او الكلب ده فانت قالك البارازايت منهم، فبالتالي القط او الكلب ده بيمثل عدوى او مخزن للعدوى. اي حاجه هتقرب منه هيعديها، فهو اذا مخزن للعدوى، كل ما تقرب منه هيعديك. غالبا بيبقى ايه؟ بيبقى ايه الريسيرفوار هوست ده؟ مستودع العدوى هو الانيمال اللي بيبقى فيه بارازايت زي الهيومن، يعني بارازايت بيكون قادر ان هو يعيش جوه الهيومن والانيمال في نفس الوقت. خلاص. يبقى هو ما بينهم عامل مشترك، الانيمال ده جواه بارازايت بيبقى قادر يعيش جوه الانيمال وبيبقى قادر يعيش جوه الانسان، فبالتالي لو الانسان احتك بالانيمال ده هيتنقله البارازايت عادي وهيكمل حياته جوه جسم الانسان عادي. فاذا الريسيرفوار هوست يا دكاتره هو ايه؟ هو الانيمال اللي بيبقى في قلبه البارازايت زي الهيومن عادي جدا، يعني بارازايت بيبقى قادر يعيش جوه الجسمين عادي جدا، فبالتالي بيتنقل من الحيوان للانسان
واهم كلمتين في الريسيرفوار هوست ان هو بيمثل سورس اوف انفكشن، بيمثل مصدر للعدوى، خلاص بيمثل سورس اوف انفكشن. تاني حاجه ان هو البارازايت ممكن يكمل اللايف سايكل بتاعته عادي جوه جسم الانسان، طالما اتنقل من انيمال ده لجسم الانسان فممكن ايه يكمل اللايف سايكل بتاعته عادي جدا. خلاص يا دكاتره، يبقى ده بيمثل ايه؟ الريسيرفوار هوست او مستودع العدوى، غالبا بيبقى انيمال. الانيمال ده بيبقى في قلبه بارازايت، البارازايت ده بيبقى قادر ان هو يعيش جوه جسم الانسان، فبالتالي الانسان برده لو احتك بالانيمال ده هيتنقل له منه البارازايت، وهيقدر ان هو يكمل اللايف سايكل بتاعته عادي جدا جوه جسم الانسان، فاذا هو بيمثل سورس اوف انفكشن. خلاص يا دكاتره، ده بالنسبه لثالث نوع معانا الريسيرفوار هوست، ده ثلاث انواع اهم كلمه دركه. نيجي بقى الحرف الرابع معانا او النوع الرابع معانا هو ايه؟ الكارير هوست. الكارير هوست او بنسميه ايه؟ بنسميه حامل العدوى، يعني من كلمه ترجمتها حامل العدوى. الكارير هوست ده يا دكاتره يعني ايه؟ يعني هو عبارة عن هوست معين، سواء بقى كان انسان او حيوان، بيبقى في قلبه بارازايت معين بس مش ظاهر عليه اي اعراض المرض. زي ايه مثلا؟ زي شخص مثلا، فرضا ان احنا دلوقتي في فترة الكورونا وكده، في البداية كانت الكورونا الاعراض بتاعتها متظهرش في الاول، او لو مثلا ظهرت على الشخص بيفتكرها دور برد وكده، فبالتالي الشخص بيتعامل عادي مع الموضوع، ممكن يقعد مع اصحابه عادي، ممكن يخرج عادي، فبالتالي لو اشخاص تانية اتعاملت معاه طبعا هتتعدي منه، تمام؟ ممكن الشخص اللي هو اصلا عنده كورونا ما يظهرش عليه اعراض، ولو قعد مع شخص تاني مناعته ضعيفة وتعدى منه يظهر عليه الاعراض بسرعة جدا. خلاص، مع ان الشخص اللي عدى ده هو المعدي الاول، بس الشخص التاني اللي اتعدى منه مناعته ضعيفة، فبالتالي ظهرت عليه الاعراض الاول. دي الفكرة. الموضوع الكارير هوست هو بيمثل حامل العدوى، هو شخص حامل العدوى او انيمال حامل العدوى، بيعديك بس انت عشان خاطر انت مش عارف ان هو معدي، لانه هو مش ظاهر عليه اي اعراض تدل ان ده شخص مريض، فانت بتتعدي منه، تمام يا دكاترة؟ فهو بيمشي يعدي في خلق الله نظر ان هو ما عندوش اي كلينيكال ساينس، مش ظاهر عليه اي اعراض، فبنسميه كارير هوست. ونفتكر كلمه كارير هوست دي بفتره الكورونا، ان هو شخص عنده كورونا بس مناعته كويسه ومش ظاهر عليه اعراض، بس هو قادر ان هو يعدي غيره، وغيره ده لو كانت مناعته ضعيفه هيظهر عليه اعراض العدوى عادي، تمام؟ لكن الكارير هوست ذات نفسه لا، بيبقى عنده بارازايت بس مش ظاهر عليه اي اعراض او اي كلينيكال ساينس، تمام يا دكاتره؟ طيب نيجي بقى اخر نوع معانا في كلمة دركة، اللي هو حرف الايه. وحرف الايه ده يا دكاترة اختصارا لكلمة حاجة اسمها الاكسيدنتال هوست. اكسيدنتال يعني ايه؟ حاجة بتحصل على غير متوقع، حادثة. يعني ايه ليه سمينا الحادثة بحادثة؟ لان هي بتحصل احنا مبنبقاش واخدين بالنا منها، هي حاجة كده بتحصل مرة واحدة، تمام؟ الاكسيدنتال هوست حاجة بتحصل على غير المتوقع. ليه الاكسيدنتال هوست ده سميناه اكسيدنتال؟ ليه؟ لان ممكن في بارازايت معينه مثلا متعوده ان هي تعيش جوه جسم حيوان، خلاص، فاحنا اصلا يعني احنا خلاص صنفنا البارازايت ده ما بيعرفش يعيش غير جوه جسم حيوان، لو عاش في جوه جسم انسان ممكن يموت. لا، احنا ممكن نلاقي البارازايت ده عايش جوه جسم الانسان عادي جدا، اتنقله باي طريقه، مثلا اتنقله بطريقه معينه ولقيناه عايش. يعني احنا بنحلل الانسان ده لقينا عنده بارازايت، ولما عرفنا نوع البارازايت ده اكتشفنا ان البارازايت ده ما بيعرفش يكمل اللايف سايكل بتاعته غير جوه جسم الحيوان، بس احنا لقيناه في جسم انسان ازاي؟ لا، حاجه حصلت كده يعني على غير المتوقع، طفره كده حصلت، تمام؟ طيب سميناه اكسيدنتال هوست، تمام؟ فبالتالي الهوست ده احنا ما بنبقاش عارفين هل البارازايت هيكمل اللايف سايكل بتاعته جواه ولا لا، فعشان كده البارازايت مي اور مينوت كومبليت اللايف سايكل بتاعته، خلاص. لكن احنا لما جينا اتكلمنا على الريسيرفوار هوست قلنا ان البارازايت بيكمل الايه اللايف سايكل عادي، لان البارازايت ده بيبقى قادر ان هو يعيش في الانيمال والهيومن. لكن بالنسبه للاكسيدنتال لا، بنبقى عارفين ان البارازايت ده ما بيبقاش عارف يعيش غير في جوه جسم مثلا انيمال بس، فلو لقيناه في الهيومن ما بنبقاش متاكدين هو هيكمل اللايف سايكل بتاعته او لا. خلاص يا دكاتره، الاكسيدنتال هوست مش بيجي غالبا، وانتم مثلا عندكم في الداتا اعتقد مش هتلاقوه، بس انا قلت اقوله لكم لو هيجي لكم خلاص تبقوا عارفين الفكره منه، تمام؟ فاحنا دلوقتي
بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن مصطلح مهم جدا اللي هو ايه، اللي هو الهوست. عرفنا ايه هي انواع الهوستس، اتكلمنا عن انواع الهوستس واختصرناها في كلمة دركة، قلنا ان الهوست ده هو بيمثل البيت او الملجأ اللي بيعيش فيه البارازايت، فبالتالي هو بيمثل يا اما جسم الانسان او جسم الحيوان اللي بيعيش فيه البارازايت. مبدئيا كده قلنا اول نوع معانا من كلمة دركة، كلمة دركة اول حاجة حرف الدي الديفينيتيف هوست، قلنا الديفينيتيف هوست ده العائل الاساسي، والبارازايت هو بيمثل البيت الكبير اللي بيعيش فيه البارازايت من هو صغير لحد ما يبقى ادلت، لحد ما يبقى سيكشوالي ماتيور ويقدر يريبروديوس سيكشوالي. بينما الانترميديت هوست ده عكس الديفينيتيف هوست، الانترميديت هوست ده بيبقى البارازايت بيمثل الحضانه بتاع البارازايت، البارازايت بيعيش فيه بس بيفضل صغير، يعني ما بيقدرش ان هو يوصل لمرحله الماتيوريتي، بيبقى سيكشوالي اماتيور، وكمان لما بيحاول يريبروديوس بيريبروديوس بس اسيكشوالي، بيتقاتل لا جنسيا، هم عكس بعض. نيجي لتالت نوع معانا الار اللي هو ريسيرفوار هوست، وقلنا الريسيرفوار هوست بيمثل مستودع العدوى. ومستودع العدوى يعني ايه؟ يعني هو بيمثل الانيمال الحيوان اللي بيبقى في قلبه بارازايت، والبارازايت ده ممكن يعيش جوه جسم الانسان عادي، فبالتالي لو انسان احتك مع الحيوان ده هيتعدي منه، والبارازايت هيكمل اللايف سايكل بتاعته عادي جدا جوه جسم الانسان ده. خلاص. طيب الكارير هوست بقى ده بيمثل حامل العدوى، وده شخص بيبقى عنده بارازايت بس مش ظاهر عليه اي اعراض، نظرا مثلا ان الشخص ده مناعته قويه فمش ظاهر عليه اعراض فقدر يقاوم البارازايت، لكن لو احتك بيه شخص تاني ممكن ينقله البارازايت ده، ولو الشخص ده كانت مناعته ضعيفه اللي هو احتك بيه ده ممكن يظهر عليه اعراض. تمام. طيب هو بيمثل كارير او بيمثل حامل العدوى. طيب الاكسيدنتال هوست ده بيحصل حاجه يعني طفره كده بتحصل، ان في مثلا نوع بارازايت معين انا عارف ان هو ما بيعرفش يتكيف غير جوه جسم حيوان، ممكن مثلا الاقيه جوه جسم انسان، فدي حاجه ممكن تحصل كده باي يعني طفره ممكن تحصل، ولو حصلت انا بضطر اتابع البارازايت ده اشوفه هل هيكمل اللايف سايكل بتاعته، فانا ادي للشخص ده ادويه عشان اقضي عليه، ولا هيموت لان اصلا البارازايت ده مش متعود يعيش جوه جسم انسان. ففي الغالب البارازايت ده مي اور مي نوت كومبليت اللايف سايكل بتاعته جوه جسم الانسان ده. تمام. طيب دي كانت ايه انواع الهوستس المختلفه. طيب نركز يا جماعه في انواع الهوستس ونحاول نحفظهم مع بعضنا كده ونفرق ما بينهم، لان غالبا هيجي سؤال. تمام. طيب نيجي بقى للمصطلح اللي بعد كده اللي هو مصطلح ايه، مصطلح الفيكتور. تمام. يعني ايه بقى كلمه فيكتور؟ كلمه فيكتور يا جماعه هو باختصار او بالعربي كده هو الحشره اللي بتنقل العدوى. تمام يا دكاتره، هو الحشره اللي بتنقل العدوى. طيب قال لك ان الحشره اللي بتنقل العدوى دي قسمناها على حسب دورها العظيم اللي بتقوم فيه او بتقوم بيه في نقل العدوى، قسمناها نوعين، في نوع اسمه بيولوجيكال فيكتور وفي نوع اسمه ميكانيكال فيكتور. النوعين مهمين ومهم برضه ان احنا نعرف ازاي نفرق ما بينهم. طيب اول حاجه معانا اللي هي البيولوجيكال فيكتور، جايه من اسمها بيولوجيكال، الحشره دي بتلعب دور حيوي، دور مهم جدا جدا في اللايف سايكل بتاع البارازايت. يعني ايه؟ يعني بيولوجيكال هي إيه؟ بتلعب دور مهم. اذا لما الحشره دي وهي بتنقل البارازايت جوه جسمها، مثلا هي خدت البارازايت كلته مثلا جوه جسمها، والبارازايت قدر يكمل جزء من اللايف سايكل بتاعته جوه جسم الحشره دي، ساعتها احنا بنسميها بيولوجيكال فيكتور، ان البارازايت بيكمبليت جزء من اللايف سايكل بتاعته جوه جسمها، ساعتها بنسميها بيولوجيكال فيكتور. خلاص. وغالبا مثال على الحشره دي هو البلازموديوم الملاريا اللي بيتنقل جوه جسم ايه، الانوفلس، انثى الانوفلس. لو تفتكروا الاحياء خدتوا دوره حياه الملاريا وعرفتوا ان بتنقل الملاريا دي ناموسه اسمها انثى الانوفلس. كانت انثى الانوفلس دي لو تفتكروا قسمنا دوره حياه البلازموديوم جواها دوره حياه جوه جسم الحشره ودوره حياه جوه جسم الانسان، فاذا الحشره دي شاركت ان هي شاركت بجزء من اللايف سايكل بتاع البارازايت جواها، فساعتها بنعتبرها بيولوجيكال فيكتور لان في جزء من اللايف سايكل بتاع البارازايت تم جواه. تمام. بينما بقى الحشره اللي هي بيبقى دورها مقتصر بس ان هي تنقل البارازايت زي ما هو، ما غيرتش في اي حاجه ولا اي حصلت اي حاجه جوه جسمها، بتنقله بس من جسم للتاني، دي بنسميها ميكانيكال فيكتور. هو بيجي من الاخر، هو بس دوره ان هو ينقل البارازايت زي ما هو لحد جسم الانسان مثلا او جسم الحيوان اللي هينقله له، فهو بس ساعتها بعد البارازايت بيبدا يكمل اللايف سايكل بتاعته جوه الجسم اللي نقله ليه. تمام. لكن جوه جسم الحشره دي لا، البارازايت بيفضل زي ما هو، ساعتها احنا بنسميها ايه، ميكانيكال فيكتور. ومثال على الميكانيكال فيكتور ده اللي هي ايه، اللي هي الهاوس فلاي، الدبانه.
لبانه يا جماعه تعتبر ميكانيكال فيكتور، هي بس دورها بتنقل المرض او بتنقل البارازايت من مكان للتاني، تقف مثلا على اي حته متسخه او اي او فيسس او اي حاجه مقرفه تنقل بس البارازايت، ما يحصلش اي لايف سايكل جوه جسمها، لا هي بتنقله بس من الجزء ده تنقله للهيومن، وساعتها بقى البارازايت يتسرب جوه جسم الهيومن. خلاص طيب، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن حاجه اسمها ايه الفيكتورز، ودي هي يا جماعه قلنا قسمناه اهم حاجه نعرف النوعين بتوع الفيكتورز، ان هو في نوع اسمه بيولوجيكال فيكتور، وده البارازايت بيعمل جزء من اللايف سايكل بتاعته جواه عادي خلاص، ومثال عليه البلازموديوم بتاع الملاريا. والميكانيكال فيكتورز ده باسيف كارير، يعني باسيف مش يعني ما بيعملش اي دور في اللايف سايكل خلاص، والبارازايت ما بيعملش اللايف سايكل بتاعته جوه جسمه، زي ايه؟ زي الهاوس فلاي. خلاص ده باختصار شديد. ايه ده باختصار شديد؟ كان ايه؟ كان الفيكتور، وده مصطلح مهم ومهم نعرف ايه الفرق ما بين النوعين بتوعه. خلاص طيب، نيجي بقى لتالت مصطلح او رابع او خامس مصطلح معانا، اللي هو المصطلح بتاع اللايف سايكل ذات نفسها. يعني ايه بقى اللايف سايكل؟ لايف سايكل يعني دورة حياة، ومهم المصطلح ده لان اي بارازايت هناخده في الباراسايتولوجي عموما هيبقى فيه المصطلح ده. انت اي بارازايت مطالب تعرف اللايف سايكل بتاعته دورة حياته ماشية ازاي، فالمهم تبقى عارف اسس معينة كده في اللايف سايكل، ان اي لايف سايكل بتتكون من ايه؟ بتتكون من اربع حاجات. اول حاجة معانا بتتكون منها هي ايه؟ اول حاجة بتتكون منها حاجة اسمها الهابيتات. الهابيتات يا جماعة يعني ايه؟ يعني دلوقتي زي ما انا قلت لكم في الاول، قلت لكم البارازايت لما يعيش جوه جسم انسان او حيوان، في ساعتها جسم الانسان او الحيوان ده بيمثل له الهوست، بيمثل له هوست. تمام، دلوقتي البارازايت خلاص دخل جوه جسم الانسان، هيعمل ايه؟ هيبدا بقى يدور على اي حته او الحته اللي تعجبه عشان يقعد فيها، او يدور على الاوضه اللي هتعجبه عشان يقعد فيها. ايه الاوض جوه جسم الانسان؟ الاوض دي بتمثل الاورجنز، يعني الاعضاء اللي جوه جسم الانسان بتمثل اوضه للبارازايت. هيروح يعيش جوه الانتستين فدي بتمثل له اوضه، هيروح يعيش جوه الليفر فده بيمثل له اوضه. تمام، فساعتها احنا بنسمي الاوضه اللي هيختارها البارازايت دي بنسميها هابيتات. هابيتات يعني بيمثل الاوضه، افتكروا هابيتات اوضه. خلاص البارازايت دخل جوه جسم الانسان او الحيوان، هيبدا بقى ينقي الاورجن اللي هيعيش فيه. فالهابيتات هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن التشو او الاورجن اللي هيعيش جواه الادلت ستيج من البارازايت. يبقى لما يجي يقول لك مصطلح كده يقول لك التشو او الاورجن اللي بيعيش جواه الادلت ستيج اوف ذا بارازايت، هتقول ايه؟ هتختار كلمه ايه؟ هابيتات. تمام يا دكاتره، وغالبا ممكن تيجي، يعني مصطلح حلو وممكن يلخبطكم بس تبقوا عارفينه، تعرفوا الفرق بين الهوست والهابيتات. الهوست هو البيت الكبير، الهوست هو اللي فيه منه انواع كتير اللي هم خمس انواع. الهابيتات هو الاوضه اللي جوه البيت، الاوضه اللي جوه البيت هي التشو او الاورجن. تمام، اللي بيعيش فيه الادلت ستيج بتاع ايه؟ البارازايت. طيب طيب، يبقى دي اول ايه؟ اول حاجه بتتكون منها اللايف سايكل كلمه ايه؟ هابيتات. طب بتتكون من ايه تاني اللايف سايكل؟ قال لك بتتكون من تو هوستس، تكون من تو هوستس. يبقى اي لايف سايكل بتاع اي بارازايت لازم تقول الهابيتات بتاع البارازايت ده، يعني بيعيش في اي اورجان جوه الجسم. تاني حاجه ايه هي الهوستس بتاع البارازايت ده؟ ايه هم المستقبلات بتاع البارازايت ده؟ غالبا لو بيبقى دايما اي لايف سايكل بتتكون من انترميديت هوست وبتتكون من ديفينيتيف هوست. تمام، يبقى اي لايف سايكل بتتكون من ديفينيتيف اند ايه؟ اند انترميديت ايه؟ هوست. خلاص طيب، تو ستيجز تالت حاجه بتتكون منها اللايف سايكل، تو ستيجز. في حاجه اسمها الانفكتيف ستيج وحاجه اسمها الدايجنوستيك ستيج. اخر حاجه بتتكون منها اللايف سايكل هي المود اوف انفكشن، ساعتها احنا نبدا نحكي بقى الشخص ده اتعدى ازاي. يبقى دلوقتي احنا عندنا اي بارازايت هندرسه مفروض نعرف عنه اللايف سايكل بتاعته. طب ايه هي اللايف سايكل؟ بتتكون من ايه؟ غالبا بتتكون من ايه؟ من اربع حاجات، الهابيتات وتو هوستس وتو ستيجز والمود اوف انفكشن. الهابيتات قلنا هو الاوضه التشو او الاورجان اللي بيعيش فيه الادلت ستيج من بتاع البارازايت. طيب تو هوستس انترميديت تو ديفينيتيف هوست، ممكن يبقى في انواع تانية من هوستس ممكن، بس اشهر اتنين في اغلب البارازايت بيبقى انترميديت وديفينيتيف. طيب التو ستيجز اللي هنعرفهم حاجه اسمها الانفكتيف ستيج، يعني الشخص ده ايه او ايه الحاجه او ايه الستيج من البارازايت اللي عادته بالظبط، والدايجنوستيك ستيج ازاي نقدر نشخص الشخص ده او نعرف ايه نوع البارازايت اللي عنده. طيب المود اوف انفكشن، الشخص ده بقى هنبدا نعرف منه هو اتعدى ازاي مثلا. خلاص
طيب ده باختصار شديد اللايف ايه سايكل بتاع البارازايت. طيب نيجي بقى للمصطلح اللي بعد كده يا دكاترة اللي هو بنسميه البيولوجيكال بيريود. هنتكلم بقى يا جماعة على المصطلح اللي بعد كده اللي هو البيولوجيكال بيريود، وكمان هنلاقي بعده مصطلح كمان اسمه الكلينيكال انكيوبيشن بيريود. لو تلاحظوا ان انا المصطلحين دول هما فترتين، عبارة عن فترتين، ولازم نعرف الفرق ما بين كل واحدة والتانية لان غالبا بيلعب في الام سي كيو عليهم. لو لاحظتوا ان انا كاتبه جوه كل او فوق كل فترة والتانية كلمة بالعربي او جملة بالعربي كده، البيولوجيكال بيريود انا كاتبه فوقها هي فترة ظهور البارازايت. يعني ايه بقى فترة ظهور البارازايت؟ البيولوجيكال بيريود لو لاحظتوا هتلاقوا كلمة بايو جاي مثلا من كلمة معمل تحاليل او حاجة زي كده، تمام؟ فبايو اعتبروا ان هي فترة ظهور البارازايت. يعني ايه؟ يعني هي الفترة اللي بيبدأ يظهر فيها البارازايت. انا شخص اتعديت ببارازايت معين، اتعرضت للبارازايت ده فانا اتعديت خلاص، وبعدين لما جيت اعمل مثلا تحليل بدأ ظهرت علي اعراض، وبعدين عملت تحليل كده دم او حاجة لقيت في عينة الدم دي البارازايت ده. فالفترة اللي ما بين تعرضي للبارازايت لحد ظهور البارازايت في اي عينة، سواء كانت عينة دم او براز او عينة مثلا من بلغم مثلا لو البارازايت ده كان موجود في اللنج، ساعتها احنا بنسميها بيولوجيكال بيريود. المهم نحسب الفترة دي، خلاص دي بتبقى مهمة بالنسبة للدكاترة. خلاص دي بنسميها البيولوجيكال بيريود، هي الفترة اللي بتبقى ما بين الانفكشن with a parasite لحد ال demonstration of the parasite في عينة دم او stool او aspirate. خلاص دي بنسميها بيولوجيكال بيريود، نفتكرها من اسمها بيولوجيكال، يعني نعتبر ان هي جاية من كلمة تحاليل وحاجات من دي. خلاص طيب، والكلينيكال انكيوبيشن بيريود نبقى عارفين ان هي دي فترة ظهور الاعراض. ليه كلينيكال؟ من اسمها كلينيكال جاي من كلينيكال بيكتشر او الاعراض. خلاص كلينيكال انكيوبيشن بيريود هي فترة ظهور الاعراض. يعني برضو انا شخص قدر الله يعني وبعيد شر عنا جميعا ان شخص اتعرض لبارازايت معين فخلاص هو حصل له انفكشن بالبارازايت ده، بعدين بدأت ظهرت عليه الاعراض بقى بتاع البارازايت ده، يعني ظهر عليه مثلا سخونية وحاجات من دي، فساعتها دي بنسميها كلينيكال انكيوبيشن بيريود، وهي الفترة ما بين الاكسبوجر او الانفكشن بالبارازايت لحد الانفستيشن ظهور الاعراض او الانفستيشن. خلاص طيب دول الفترتين دول مهمين جدا، ولو جاب لكم سؤال ممكن يجيب لكم سؤال فيهم. وانا افتكر ان انا لما كنت جاي الامتحان فاكره ان انا جالي سؤال في الفترتين دول، وكان غالبا الاختيار كان بيولوجيكال بيريد، هو بيجيبهم الاثنين مع بعض عشان يلخبطك فيهم، فهو غالبا الاختيار كان بتاعي بيولوجيكال بيريد، فركزوا فيهم كويس. تمام طيب نيجي بقى ل المصطلح اللي بعد كده، احنا خلاص قربنا نخلص. تمام المصطلح اللي بعد كده حاجة بنسميها زونوسس. زونوسس زو جاي من كلمة ايه؟ زو بتساوي ايه؟ اللي هي حديقة الحيوان. خلاص فكلمة زونوسس هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن اي بارازايت او اي مرض بيتنقل من الحيوان للانسان. خلاص يبقى هي عبارة عن الديسيزز اللي ترانسميتد من الانيمالز للهيومن. خلاص دي قطة اهي، تمام، والقطه دي البتاع اللي جواها ده نفترض اللي هو بارازايت اللي لونه احمر ده. خلاص فالقطه دي نقلته للانسان، ساعتها احنا بنسمي العمليه دي على بعضها بنسميها زونوسس. يعني ايه زونوسس؟ هي الامراض او البارازايت اللي قادره ان هي تتنقل من حيوان للانسان بنسميها ايه؟ بنسميها زونوسس. خلاص يا دكاتره. طيب المصطلح اللي بعد كده بقى حاجه اسمها الانفكشن. تمام المصطلح اللي بعد كده انفكشن كلمه مش بالشقلب، بس انتوا بشقلبوا مع يعني الشاشه معاها. خلاص كلمه انفكشن او سوري انفكشن انفكشن هنعرف الفرق ما بين ثلاث حاجات، حاجه اسمها الانفكشن، وحاجه اسمها الانفستيشن، وحاجه اسمها اوتو انفكشن. الثلاثه هتلاقوهم شبه بعض وفيهم نفس الحروف وبيلخبط فيهم برضو، ممكن يجيبلكوا فيها سؤال. نيجي نبدا باول حاجه معانا اللي هي الانفكشن. تمام كلمة infection بالعربي يعني ايه؟ يعني عدوى. ولو جيتوا ركزتوا هتلاقيني كاتبة تحتها ايه؟ حاجة اسمها parasite in. infection بتساوي كلمة parasite in، يعني البارازايت جوه الجسم. مادام قلت infection يبقى البارازايت ايه؟ جوه الجسم. يعني ايه؟ يعني هي عبارة عن invasion of the body by a pathological organism. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندنا بارازايت معين دخل جوه جسم ودخل عاش في اورجان معين، ساعتها بنسمي العملية دي بحاجة اسمها infection، لان البارازايت بيتطفل على الانسان ده من جوه، دخل جوه جسمه وتطفل عليه. تمام
طيب الانفكشن يا دكاتره لو تركزوا كده في انواع البرازيت، لما قلت لكم في الاول قلت لكم كلمه حب هلمنسس وارثروبودز وايه وبروتوزوا، فاحنا لو جينا شفنا الهلمنسس الديدان، هل يا جماعه مش الديدان احيانا يقول لك الدكتور يقول لك انت البنت دي عندها ديدان، فالديدان دي بتبقى عايشه جوه ايه، جوه معدتنا او جوه جسمنا، فطبيعي الديدان دي بتمثل انفكشن. وكذلك البروتوزوا اللي هي الكائنات الاوليه او الكائنات الدقيقه دي غالبا برضو بتبقى عايشه جوه جسمنا، فبرضو بنعتبرها انفكشن. لكن الايه الارثروبودز اللي هي الحشرات، هل عمرك شفت دكتور بيقول لك البنت دي عندها بارازايت ارثروبود، يعني عندها ناموسه بتتطفل عايشه جوه جسمها من جوه، عايشه مثلا في معدتها او حاجه؟ لا طبعا، لو ناموسه دخلت اصلا مجرد ما تخش من بقنا لزورنا بتموت، تمام، بيحصل لها حاجات كتير بتموت خلاص. فالناموسه لو هتتطفل على شخص هتتطفل عليه من بره، تقف على الجلد بتاعه وتبدا تقرصه وتبدا تسحب البلاط بتاعه، فهي تتطفل عليه من بره، ساعتها احنا بنسميها كلمة تانية بنسميها انفستيشن، يعني البارازايت بيبقى بيتطفل بس بيتطفل من بره. فاحنا مهم نبقى عارفين الفرق ما بين انفكشن وانفستيشن. انفكشن بارازايت بيبقى جوه الجسم بيتطفل عليه من جوه، زي ايه؟ زي البروتوزوا وزي الهلمنسس، تمام. والانفستيشن يعني البارازايت بيبقى بره، البارازايت اوت، تمام، بيتطفل عليه من بره خلاص. زي ايه؟ زي الناموسة، ده شخص هو على دراعه ناموسة، تمام، دي بنسميها انفستيشن خلاص. يبقى انفكشن بارازايت ان وانفستيشن بارازايت اوت خلاص. الانفكشن بيبقوا كل الانواع البارازايت ما عدا الارثروبودز، لان الحشرات عمرها ما تخش جوه جسم الانسان تتطفل عليه من جوه ابدا. طيب الانفستيشن بتبقى الارثروبودز بس خلاص، غالبا بتبقى الارثروبودز زي مثلا الناموس وكده، تمام يا دكاتره، الكلمتين مهمين. نيجي بقى لتالت مصطلح معانا، هو شبههم بس هو يعني مختلف عنهم في التعريف وكده، اللي هو الاوتو انفكشن. ممكن اصلا تجيبوا التعريف من نفسكم. اوتو انفكشن يعني الشخص بيعدي نفسه تلقائي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الشخص ده بعد مثلا ما يخش التويلت ما بيغسلش ايده كويس، بعدين بعدها بيبدا ياكل بقى، فبينقل ايه، بيبدا ينقل لنفسه امراض كتير او يزود العدوى على نفسه. الجسم احيانا بيحاول يخرج البارازايت اللي جواه عن طريق يعني ريفلكسات معينه كده. لو شخص مثلا عنده برد بيعطس خلاص، المفروض العطسه دي يعطسها في منديل، فلا العطسه دي بيبقى داخل خارج معاها يعني كائنات دقيقه جدا. الكائنات دي ممكن يكون اصلا هي سبب البرد اللي هو فيه ده، او بتسبب امراض كتير خلاص. فهو لما يعطس يعطس في ايده عادي جدا وما يغسلهاش، وبعدين يبدا ياكل فيدخل ايه، يدخل الكائنات دي تاني. فبيقول لك الاوتو انفكشن دي هو الشخص بيبقى source of hyper infection to himself، يعني الشخص ده بيبقى سبب في الهايبر انفكشن لنفسه، ساعتها بنسميها اوتو انفكشن. وغالبا بتبقى سبب ايه؟ سبب الباد هايجين، الشخص ده مش بينظف ايده كويس او مش بينظف نفسه كويس، تمام. يبقى نعرف الفرق ما بين الثلاث مصطلحات، الايه الانفكشن بارازايت ان زي ايه، زي كل البارازايتس ما عدا الايه ارثروبودز، انفستيشن بارازايت اوت، وتالت حاجة معانا الاوتو انفكشن الشخص بيعدي نفسه او بيكون source of hyper infection to himself، تمام. نيجي بقى لاخر مصطلح معانا او اخر حاجة معانا برضو مهمة جدا جدا جدا، حاجة بنسميها ال host parasite relationship، تمام. ال host parasite relationship يعني هي العلاقة ما بين ال host وال parasite، بنقسمها على حسب نوع العلاقة اللي ما بينهم دي، تمام. هل هي علاقه توكسيك ولا لا؟ زي ما بقول لكم والله مش بتريق، فعلا علاقه البارازايت بالهوست بتبقى علاقه كل على حسب كل نوع منها بنقسمها لانواع. اول حاجه اسمها الميوتشاليزم، ميوتشاليزم خلاص. يعني ايه ميوتشاليزم؟ يعني البارازايت بيبقى عايش جوه جسم الانسان او جوه جسم الحيوان، بيتغذى براحته بس مش بياخد اكل كتير من الانسان، فبالتالي الانسان مش متضرر، وفي نفس الوقت البارازايت بياخد الايه النفع بتاعه، بس في نفس الوقت هو مش بيضر الانسان ده. ففي كلتا الحالتين الاتنين كسبانين، يعني الاتنين ما عندهمش مشاكل، الانسان تمام سليم والبارازايت تمام سليم خلاص. ساعتها دي بنسميها ميوتشاليزم، ودي علاقه مش توكسيك، هي علاقه حلوه جدا. ولو الشخص عايش في العلاقه دي فالشخص ده هيعيش يعني سليم مش هيجرى له اي مشاكل ولا يحصل له اي امراض، دي بنسميها ميوتشاليزم. ان البوس الهوست والبارازايت الاثنين بيستفيدوا من بعض او بينتفعوا من بعض. احيانا في بارازايت نافعه جوه الجسم
البكتيريا نافعة، زي ما بيقول لك في بكتيريا نافعة او بارازايتس بتبقى نافعة عايشة جوه الجسم، بتنفع الشخص ده والشخص ده بينتفع منها، دي بنسميها ميوتشاليزم، الاتنين كسبانين خلاص. طيب في حاجة تانية بعدها او نوع تاني اسمه الكومنساليزم. كومنساليزم خلاص، كومنساليزم يعني ايه؟ يعني فرد واحد بس اللي بينتفع، يعني البارازايت بس هو اللي بينتفع، ان هو بياخد جزء من تغذيته من الانسان، وفي نفس الوقت الانسان ده ما بيحصلوش اي ضرر ولا نفع، يعني هو لا بينتفع من البارازايت ولا بيتضرر منه، دي بنسميها كومنساليزم. اي نعم فرد واحد بس هو اللي كسبان، بس الشخص التاني بيبقى يعني سليم ومحصلوش اي حاجه، دي بنسميها الكومنساليزم، يعني one organism benefits while others not harmed or helped. يعني كومنساليزم واحد بس اللي بيستفيد، بس في نفس الوقت التاني لا بيتضرر ولا ايه ولا بينتفع، فهو ايه عادي برضه ما فيش اي حاجه، دي بنسميها كومنساليزم. ثالث حاجه معانا حاجه اسمها باراسيتيزم، وباراسيتيزم جاي من اسمها، يعني البارازايت هو اللي بياخد الابر هاند، يعني ايه؟ يعني البارازايت بس هو اللي بينتفع، وهو يعني لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل، هو بينتفع وفي نفس الوقت بيضر الانسان ده، يعني البارازايت ده بياخد جزء كبير جدا من التغذية بتاع الشخص ده، او مثلا بيفرز توكسينز جوه جسم الشخص ده، فهو بينتفع منه وفي نفس الوقت بيأذيه، تمام؟ فالعلاقة دي علاقة توكسيك، الشخص one benefits يعني البارازايت بي benefit والاذر is harmed، يعني غالبا بيكون الانسان هو اللي harmed، تمام؟ يبقى العلاقة ما بين البارازايت والهوست، الهوست بارازايت ريليشن شيب، ممكن جدا يجيلكوا سؤال فيها، فانتوا تبقى عارفين ان هما ثلاث انواع، حاجة اسمها الميوتياليزم، الاتنين بيستفيدوا من بعض وبيفيدوا بعض، ما فيش حد بيضر التاني، ساعتها احنا بنسميها ان البوث هوست والبارازايت بنفيت، بنسميها ميوتياليزم. اما تاني نوع معانا هو كومنساليزم، ان البارازايت بيستفيد وفي نفس الوقت ما بيأذيش الشخص، فبنسميها كومنساليزم، ان هو وان بينيفيتس والاخر مش بيستفيد ومش بيتضرر في نفس الوقت. طيب الباراسيتيزم جاي من اسمها، ان البارازايت بياخد الابر هاند، ان البارازايت هو اللي بيبقى مسيطر، هو اللي بيستفيد وفي نفس الوقت بيأذي الشخص، خلاص. دول الثلاث انواع بتوع الهوست بارازايت ريليشن شيب، وبالشكل ده احنا بنكون خلصنا المحاضره بتاعتنا او اول جزء فيها اللي هو الانترودكشن. هنبدا بقى ناخد ايه، هنبدأ ناخد بعد كده يا دكاترة مثال على بارازايت واحد اللي هو من فصيلة معينة هنعرفها دلوقتي، وبعدين هناخد مثال عليها، تمام؟ عايزين بس نراجع مراجعة أخيرة كده من كل يعني البتاع اللي قدامنا كله، مش هنكبر في أي حتة، هنبص بس بصة بسيطة كده. أول حاجة احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا على introduction to parasitology، عرفنا ايه هي الباراسيتولوجي دي، عرفنا يعني ايه بارازايت، عرفنا ان الأنواع بتاع البارازايت بنختصرها في كلمة حب، ال H اللي هي الهلمنسس، وال A اللي هي الأرثروبوتس، وال B اللي هي البروتوزوا. كمان خدنا مصطلح اسمه الميديكال باراسيتولوجي، قلنا ان هو مصطلح مهم جدا، ان هو العلم اللي بيدرس البارازايت ان هي قادره تسبب مرض للهيومن. كمان عرفنا كلمه هوست، وقلنا الهوست ده بيعتبر البيت او الملجا اللي بيعيش فيه البارازايت، وقلنا ان هم عباره عن خمس انواع بنختصرهم كلمه دركه، وقلنا دركه اللي هي دي ديفينتيف هوست، وده بيمثل البيت الكبير اللي بيعيش فيه البارازايت، بيبقى سيكشوالي ماتيور وبيبقى ريبروديوس سيكشوالي. كمان عرفنا ان تاني حاجه الانترميديت هوست ده عكسه، بيبقى البارازايت بيبقى فيه سيكشوالي اماتيور وبريبروديوس اسيكشوالي. كمان عرفنا ثالث نوع اللي هو الكاري الريسيرفوار، الريسيرفوار ده بيمثل الانيمال او مستودع العدوى، اللي هو الانيمال اللي بيبقى فيه البارازايت اللي ممكن يعدي الانسان وبيكمل اللايف سايكل بتاعته، هو جسم الانسان عادي، هو بيمثل سورس اوف انفكشن. كمان خدنا الكارير هوست ده حامل العدوى، وعرفنا ان هو بيبقى فيه البارازايت بس ما بيظهرش اي اعراض، فبالتالي ممكن يعدي اشخاص كتير جدا، تمام. بعد كده خدنا النوع اللي بعده اللي هو اكسيدنتال هوست، وده لما يكون بارازايت متعود يعيش جوه جسم حيوان مثلا ونلاقيه جوه جسم انسان، دي حاجه طفره كده ممكن تحصل، وممكن البارازايت يكمل اللايف سايكل بتاعته جوه جسم الانسان ده او ممكن لا، خلاص. طيب الفيكتور هو الحشرة اللي بتنقل البارازايت، وغالبا في منها نوعين، بيولوجيكال بتساهم في جزء من اللايف سايكل بتاع البارازايت زي البلازموديوم، وميكانيكال هي بس بتنقل البارازايت بس ما بتساهمش في اي لايف سايكل بتاعته، وساعتها بنسميها ميكانيكال. طيب اللايف سايكل بتاع البارازايت بتتكون من ايه؟ بتتكون من الهابيتات، وده بيمثل الاوضه اللي بيعيش فيها البارازايت، هي التشو او الاورجان اللي بيعيش فيها الادلت ستيج بتاع البارازايت،
بعد كده عندنا تو هوستس انترميديت او ديفينيتيف وتو ستيجز انفكتيف وديجنوستيك، وكمان المود اوف انفكشن هنحكي الشخص ده اتعدى ازاي. بعدين عندنا في مصطلحين، حاجه اسمها فيرولوجيكال بيريود وحاجه اسمها كلينيكال انكيوبيشن بيريود. الاثنين دول فترتين لازم نفرق ما بينهم. حاجه اسمها البيولوجيكال بيريد هي فتره ظهور البارازايت، دي الفتره اللي بتبقى ما بين الانفكشن بالبارازايت وفتره ظهور البارازايت جوه العينه، مثلا من الدم او عينه من الستول او عينه من الاسبيريت. وفتره ظهور الاعراض هي كلينيكال انكيوبيشن بيريد، دي الفتره ما بين برضو التعرض للبارازايت الاكسبوجر وظهور المانيفيستاشن او انفستيشن. طيب الزونوسس بقى، الزونوسس دي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن اي مرض او اي طفيل بينتقل من الحيوان للانسان، فهي احنا بنسميها زونوسس. وثلاث مصطلحات مهمين، انفستيشن بارازايت ان وانفكشن بارازايت ان وانفستيشن بارازايت اوت. خلاص الانفكشن غالبا بيكون سببها كل البارازايتس ما عدا الارثروبوت، الانفستيشن بيبقى سببها غالبا الارثروبوت، والاوتو انفكشن الشخص بيكون سورس اوف هايبر انفكشن تو هيم سيلف. اخر حاجه الهوست بارازايت ريليشن شيب، ثلاث حاجات الميوتشاليزم والكومنساليزم والباراسيتيزم. الميوتشاليزم الاثنين كسبانين بيفيدوا بعض وبيستفيدوا من بعض، الكومنساليزم واحد بس اللي بيبقى كسبان وفي نفس الوقت ما بيأذيش التاني ولا بيفيده. ثالث حاجه الباراسيتيزم ان هو بيستفيد، واحد بس بيستفيد وفي نفس الوقت بيأذي الشخص التاني الغير مستفاد، دي بنسميها باراسيتيزم. تمام، طيب دي كانت المحاضرة بتاع الانترودكشن، هنحل كام سؤال عليها وبعدين ننتقل للجزء التاني من المحاضرة بتاعتنا. اول سؤال لدكاترة معانا بيقول ايه؟ بيقول هو an organism which harbors a parasite، المستقبل اللي بيستقبل البارازايت، هل هو فيكتور ولا هوست ولا هابيتات؟ هوست. تمام، طيب in the definitive host the parasite sexually، definitive يا جماعة بيبقى sexually immature ولا sexually mature ولا بيبقى في larval stage بتاعته؟ لا بيبقى sexually mature اللي هو الاختيار رقم دي. طيب ال host that have the parasite but show no signs، يعني ال host اللي بيبقى عنده البارازايت بس مش ظاهر عليه اي اعراض، ده بنسميه ايه؟ بنسميه حامل العدوى، بنسميه carrier host. خلاص، طيب بعد كده السؤال الرابع بيقولك التشو او الاورجن اللي البارازايت بيبقى موجود فيه بنسميه ايه؟ التشو او الاورجن اللي هي الاوضة بنسميها ايه؟ habitat اللي هو الاختيار الثالث. طيب the interval between the exposure and earliest manifestation، التعرض و earliest manifestation ظهور الأعراض، فترة ظهور الأعراض اللي احنا بنسميها clinical incubation period اللي هي اختيار التاني. طيب a member benefits where the other is harmed is called، واحد بيستفيد والتاني بيتضرر، دي بنسميها ايه؟ parasitism. خلاص لو تفتكروا ان الميوتياليزم اللي ايه؟ الميتيوليزم ان هو بيبقى ايه؟ الاثنين بيستفادوا عادي، والكومنساليزم واحد بيستفيد وفي نفس الوقت التاني مش بيتضر، بس الباراسيتيزم اللي هو واحد بيستفيد والتاني بيتضر، ساعتها كده الاجابه ايه؟ هتبقى ايه؟ تانية، باراسيتيزم. تمام، هنيجي بقى يا جماعه للجزء التاني من المحاضره، واحنا هنتكلم عن حاجه اسمها التريماتودز وهناخد مثال عليها. تمام، مبدئيا كده يا دكاتره احنا لما جينا اتكلمنا في المحاضره اللي هي الانترودكشن عرفنا ان ايه؟ عرفنا ان البارازايت في حاجه منها اسمها الهلمنسس اللي هي الديدان. الديدان دي يا دكاتره بقى في منها ثلاث انواع، في منها حاجه اسمها على حسب شكل الدوده، وفي يعني لما جيهم عدوا الديدان لقوهم كتير جدا ولقوا ان كل دوده فيها خصائص معينه كده، ولو خدوا كل جماعه من الديدان ليها خصائص مشتركه واطلقوا عليها اسم. تمام، عشان خاطر ايه؟ يسهلوا الدنيا على بعض والدنيا ما تبقاش ايه خلطبيطه كده. خلاص، فقال لك ان في انواع من الديدان بيبقى شكلها مفلطح كده سميناها تريماتودز، وفي انواع من الديدان بيبقى شكلها مستدير فسميناها نيماتودز. خلاص، او اسطواني كده، وفي جماعه من الديدان بتبقى عامله شبه الشريط كده، بتبقى مبططه وعامله شبه الشريط وطويلة سميناها سيستودز. فاحنا هناخد اول نوع معانا من الديدان اللي هو تريماتودز وهناخد ايه مثال عليه. يعني ايه تريماتودز؟ قالك هي حاجة اسمها الديدان المفلطحة. يعني ايه الديدان المفلطحة؟ يعني مبططة كده، انا هوريكم شكلها دلوقتي. خلاص، ادي شكل يا جماعة التريماتودز بقى شكلها عامل كده. خلاص، طيب يا دكاترة
عايزين نعرف ايه هي شكل التريماتودز دي، بحيث ان احنا لما نيجي نشرح اي بارازايت من ضمن التريماتودز دي نبقى يعني خلاص احنا عرفنا كل الحاجات اللي هنقولها فيه. خلاص طيب، نظرة عامة على التريماتودز. بيقول لك شكلها يا دكاترة زي ما انتم شايفين كده، ان هي الشكل او اي مورفولوجي عموما في اي بارازايت لازم بنقسمه غالبا لثلاث حاجات: المورفولوجي بتاع الادلت يعني البارازايت وهو ادلت، وكمان المورفولوجي بتاع الايج خلاص البارازايت وهو بيضة، وكمان المورفولوجي بتاع اللارفا وهو لسه يرقة. خلاص خلاص خلية. يبقى دلوقتي احنا عندنا ان اي بارازايت او اي مورفولوجي بتاع بارازايت بنقسمه على حسب المرحله العمريه بتاع البارازايت. انت شكلك وانت صغير غير شكلك وانت جنين غير شكلك وانت شخص بالغ، تمام؟ فلازم نبقى عارفين شكل البارازايت في كل مرحله عمريه من دول. مبدئيا كده عايزين نعرف شكله وهو ادلت، تمام؟ الادلت فورم بتاعته. بيقول لك ان البارازايت وهو في الادلت فورم زي ما انتم شايفين شكل الدوده يا جماعه، بصوا بيبقى عامل ازاي، زي ما انتم شايفين كده شكلها. بيقولك ان هي بتبقى فلات او فليشي، يعني فلات بتبقى مسطحه كده، تمام؟ كمان بيقولك ان هي بتبقى الونجيتد طويله زي ما انتم شايفين، طويله شويه مستطيله. وكمان بيقولك ان احنا لو بصينا لها شويه هنلاقيها شبه ايه، شبه ورقه الشجر. شبه ورقه ايه؟ ورقه الشجر. خلاص زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ يبقى هي ليف شيبد، ليف شيبد يعني شبه ورقه الشجر. كمان بيقول لك ان البارازايت بيبقى ان سيجمنتد، يعني اللي هي تريماتودز الديدان المفلطحه دي بتبقى ان سيجمنتد. ليه؟ يعني ايه ان سيجمنتد؟ يعني جسمها مش متقسم اجزاء. هتلاقوا في نوع ديدان تانية بيبقى جسمها عامل كده يا دكاتره، خلاص بيبقى جسمها عامل كده، دي بنسميها سيجمنتد. بس اللي عندنا في الصوره دي او التريماتودز عموما بتبقى ان سيجمنتد وورمز. والكلمه دي مهمه، ممكن نجيب لك ترو فولس، يقول لك التريماتودز بتبقى سيجمنتد فانت تبقى عارف ان هي فولس، بقى ان هي لان هي تبقى ان سيجمنتد ايه، ان سيجمنتد تريماتودز او ان سيجمنتد وورمز، تمام؟ طيب ده من ضمن الحاجات بتاعتها ان هي بتبقى ليف شيب شبه ورقه الشجر، وكمان تبقى ان سيجمنتد. طيب بيقول لك كمان ان هي عندها حاجه اسمها او حاجه مميزه ليها جدا اسمها ساكرز. ساكرز بالعربي يعني موصات. زي ايه؟ زي ايه فكره الساكرز دي؟ عارفين المسدس اللي هو بيبقى في قلبه بتاع كده بنبلها ميه وبعدين نضربها تقوم لازقه في اي مثلا ازاز او اي حاجه؟ ده فكره السكر. السكر ده بتبقى عباره عن حاجه شبه الموصات كده، بتبقى موجوده في الدوده. الحاجات دي بتساعدها ان هي تثبت نفسها في جسم الانسان ضد مثلا تيارات الدم، ضد اي حاجه، فهي بتثبت نفسها عن طريق المواصات دي. خلاص طيب، من ضمن المواصات دي حاجه اسمها اورال سكر زي ما انتم شايفينه في الصوره دي، دي اللي قدام دي حاجه اسمها اورال سكر. ومثلا عندنا كمان حاجه اسمها الفنترال سكر، وفي جينيتال سكر كمان. خلاص طيب، دلوقتي احنا عندنا المميز للتريماتودز اول حاجه الادلت فورم ان هي بتبقى ايه، فلات او فليشي، تمام؟ بطاطه. كمان بتبقى الونجيتد، كمان بتبقى شبه ورقه الشجر، بتبقى ليف شيب، تمام؟ كمان حاجه مهمه جدا ان هي بتبقى ان سيجمنتد، مش جسمها مش متقسم. خلاص حاجه مميزه ليها ان يبقى عندها سكرز، يعني هي عباره عن اورجانس اوف فيكسيشن، يعني حاجات اعضاء كده موجوده جوه جسم الدوده عشان تثبت نفسها جوه جسم الانسان. والسكرز دي في منها انواع، في منها اورال وفي منها فنترال. خلاص طيب، بيقول لك كمان ان هي بالرغم ان هي عندها سكرز بس ما عندهاش هوكس. يعني الهوكس دي يا دكاتره اللي هي ايه، شبه اللي هو مش عارفه اسمه ايه بالعربي، خطاف. الخطاف، تمام؟ في ديدان تانية بقى عندها حاجه شبه الخطاف اللي هو بتاع القرصان ده، عارفينه اللي هو غالبا القرصان بتبقى ايده مقطوعه وتلاقي فيه حاجه شبه الخطاف كده، تمام؟ طيب الخطاف ده حاجه برضو من وسائل الفيكسيشن يعني، تمام؟ بس هنا عندنا التريماتودز ما بقاش عندها هوكس، بيبقى عندها حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها سكرز ممصات زي ما انا وريتها لكم في الصوره. طيب كمان من ضمن الحاجات المميزه ليها ان هي ما عندهاش بودي كافيتي، هاف نو بودي كافيتي، هاف نو بودي كافيتي. خلاص طيب، بيقول لك كمان في حاجه، ان حاجه اسمها الاليمنتري سيستم بتاعها. الالمنتري سيستم بيتكون من ايه؟ بيتكون من ماوس، والماوس ده سراوند باي اورال سكرز وفارنكس واسوفيجاس وكل الحاجات دي، مش مهمه قوي. بس اللي يهمنا في الموضوع ان الالمنتري سيستم بتاعها بايفركيت، يعني بينقسم نصين. خلاص، والنصين دول ممكن يتحدوا تاني في بعض الفصائل. يعني ايه بقى الكلمه الغريبه دي؟ بيقول لك ايه، ان الالمنتري سيستم بتاعها ده كده زي ما انتم شايفين، ده بيمثل الالمنتري سيستم، الجزء ده كله بيمثل الالمنتري سيستم بتاعها.
خلاص. طيب الليمنتري سيستم بتاعها زي ما انتوا شايفين هتلاقوا فيه كده حاجه كانت هنا يعني حاجه مع بعضها اتقسمت نصين زي ما انتوا شايفين اتقسمت كده نصين اللي هو الخطين دول خلاص. والخطين دول بيقولك في بعض الفصائل بيفضلوا خطين بعاد عن بعض وفي فصائل اخرى بيتحدوا مع بعض في الاخر زي ما انا قلت لكم كده. يعني مثلا زي ما انتوا شايفين بصوا ادي الخطين اهم نازلين 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 وفضلوا ايه فضلوا بعاد عن بعض من تحت. لكن في بعض فصائل التريماتودز بينزلوا ينزلوا ينزلوا بصوا بينزلوا ينزلوا ينزلوا وبعدين ايه يتحدوا مع بعض تحت. دي بعض ايه انواع التريماتودز بس في الغالب ما بيتحدوش تمام. طب هما بيتحدوا في ايه بالظبط؟ بيتحدوا في حاجه اسمها شيستوزومس. الشيستوزومس دي يا دكاتره اللي هي البلهارسيا خلاص. هتاخدوها شيستوزوما هيماتوبيا هتاخدوها اللي هي البلهارسيا هتاخدوها في سنه اولى وشيستوزوما منسوراي هتاخدوها في سنه تانية تمام. طيب يبقى دلوقتي يا دكاتره بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاليمنتري سيستم بتاعها بيبقى ايه بيبقى سراوندد باي اورا ساك. دي مش مهم هما تبقى عارفين ان هما بيبقوا عباره عن جزئين تمام وممكن يتحدوا في بعض الفصول خلاص. طيب بيقول لك بقى ان التريماتودز دي غالبا بتبقى ايه بيبقى الفصيله بتاعتها بتبقى حاجه اسمها الهيرمافرودايت. الهيرمافرودايت يعني ايه؟ بتبقى خنثى. الدوده دي بتبقى خنثى. يعني ايه خنثى؟ يعني بيبقى فيها الاعضاء التناسليه بتاع الميل والفيميل بنسميها هيرمافرودايت او خنثى. فهي يعني ايه بتتكاثر ذاتيا كده لان هي فيها الاعضاء الجنسيه بتاع الميل والفيميل خلاص. طيب الصفه دي موجوده في كل التريماتودز برضو ما عدا حاجه واحده ما عدا الشيستوزومز. الشيستوزومز يا دكاتره بيبقى في منها ميل وفي ميل خلاص خلاص يا جماعه. يبقى تاني 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 دلوقتي اخر بوينت بنقول عليها ايه؟ ان كل التريماتودز هيرمافرودايت يعني كل التريماتودز خنثى ما عدا ايه؟ ما عدا الشيستوزومز الوحيده اللي هي بيبقى فيها الاعضاء بتاع الميل والفيميل. دي الحاجه الوحيده ده الاستثناء الوحيد خلاص. يبقى تاني واحنا بنتكلم عن خصائص التريماتوز المهم نبقى عارفين المورفولوجي بتاعه. قلنا المورفولوجي بنقسمه على حسب المرحله العمريه. اول حاجه معانا الادلت فورم. قلنا الادلت فورم من الصوره اللي قدامنا نفتكر الصوره ونقول ان هي بتبقى فلات او فليشي. تاني حاجه ان هي بتبقى الونجيتد. تالت حاجه ان هي بتبقى شبه ورقه الشجر وفي نفس الوقت كمان بتبقى جسمها انسيجمنتد جسمها مش متقسم. كمان لو بصينا هنلاقي ان هي عندها حاجه اسمها ساكرز حاجه اسمها اورال ساكر وحاجه اسمها فيترال ساكر. وكمان لو جينا بصينا شويه هنلاقي ان في حاجه اسمها الليمنتري سيستم. الليمنتري سيستم ده مقسوم نصين وممكن يتحدوا مع بعض في بعض الفصائل. وكل التريماتودز هيرمافرودايت يعني كلهم خنثى ما عدا الشيستوزومز تمام. طيب نيجي بقى للبوينت اللي بعد كده او تاني حاجه في المورفولوجي اللي هي اللارفال فورم. اللارفال فورم او مرحله اليرقه البارازايت اللي هو الدوده اللي هي التريماتود دي وهي لارفا او يرقه بيبقى ليها كذا شكل. يعني غالبا اول حاجه ممكن بتاخد مرحله الايج تمام. تاني حاجه بتاخد مرحله اسمها الميراسيديم تمام. تالت حاجه بتاخد مرحله اسمها السبوروزيست وحاجه اسمها السيركاريا وبعدين بتوصل للادلت فورم تمام. عندنا كمان مرحله اسمها الميتاسيركاريا ومرحله اسمها الريديا بس هما مش موجودين في الصوره هنعرفهم مع لما ناخد نوع البارازايت او المثال اللي على التريماتودز تمام. يا دلوقتي عندنا المورفولوجي بتاع ايه بتاع التريماتودز غالبا بيبقى ايه اللارفال فورمز بتبقى واخده ايه يا اما بتبقى ايج وبعدين تتحول لحاجه اسمها ميراسيديم. الميراسيديم بيتحول لحاجه اسمها سبوروسيست وبعدين بيتحول لحاجه اسمها سيركاريا وبعدين بيتحول لادلت. خلاص هنعرف بالتفصيل دلوقتي. طيب حاجه بقى بتقول لنا السيركاريا دي عباره عن ايه؟ بيقول لك السيركاريا دي اقل من 1 مللي مش مهم خالص تمام. والسيركاريا دي بيقول لك ان هي في الغالب بتبقى شبه الحيوان المنوي يعني بتبقى عامله كده. السيركاريا دي يا دكاتره هي مرحله يعني من المورفولوجي بتاع الديدان اللي هي المفلطحه اللي هي ايه التريماتودز وبتبقى عامله شبه ايه الحيوان المنوي. هرسمه لكم بالطول اهو بيبقى عامل كده لو تفتكروا شكل الحيوان المنوي. دي السيركاريا يا دكاتره تمام. دي السيركاريا بتاع اغلب التريماتودز. بس بيقول لك بقى لما تيجي تاخدوا الشيستوزوما هتلاقوا ان السيركاريا بتاعتها الديل بتاعها هتلاقوه مقسوم نصين كده من الاخر ودي حاجه برضو مميزه للشيستوزومز تمام. لما تيجي تاخدوا الشيستوزومز هياكد لكم عليها. طيب تمام يا دكاتره ده بس اللي احنا عايزين نعرفه من الموضوع.
بيقول لك بقى في مرحله من اللارفال ستيجز اسمها الميتا سيركاليا زي ما انا قلت لكم، وان الميتا سيركاليا دي برضو لارفال ستيج بتبقى موجوده في الهيرمافرودايتس بس، يعني بتبقى موجوده في الخنثى بس، يعني الديدان الخنثى بس بتبقى موجوده فيها، ما عدا ايه، ما عدا الشيستوزومز، لان الشيستوزومز بتبقى عندها سيبر سكسس، بيبقى في منها ميل وفي ميل، بس الميتا سيركاليا بتبقى موجوده في الهيرمافرودايت. فاذا الميتا سيركاليا لما يجي يشرح لكم الشيستوزوم مش هتبقى ايه، مش هتبقى موجوده فيها. خلاص، ده باختصار شديد كان المورفولوجي بتاع ايه، بتاع اللارف. طيب نيجي بقى للمورفولوجي بتاع الايج بتاع التريماتودز بوجه عام. قال لك ان الايج بتاع التريماتودز يا دكاتره، اول حاجه ان هي بتبقى اوفل زي ما انتم شايفين في الصوره اللي تحت دي، ده شكل الايج بتاع التريماتودز اهي، اوفل يعني بيضاويه الشكل. خلاص، وادي هنا اوفل برضو، وبتبقى عندها حاجه اسمها اوبركيوليتد. اوبركيوليتد يعني عندها غطا، خلاص زي غطا الحله كده زي ما انتم شايفين في الصوره. شايفين دي ايه، اوبركيوليتد، عندها غطا زي ما انتم شايفين اهو، تحسوا فيه غطا. تمام، طيب ما عدا ايه، ما عدا الشيستوزومس برضه. يعني الشيستوزومس يا جماعه من ضمن التريماتودز فعلا، بس بتختلف عنها في كثير من الحاجات، وده اللي هتعرفوه في محاضره الشيستوزومس قدام يعني. خلاص، الشيستوزومس يا دكاتره ما بتبقاش اوبركيوليتد، بس بيبقى عندها سباين زي ما انتم شايفين في الصوره كده. خلاص، بيبقى عندها سباين زي الشوكه كده، بصوا دي الشيستوزومس، البيضه بتاعتها بيبقى فيها سباين، بينما البيضه العاديه بتاع كل التريماتودز غالبا بتبقى فيها حاجه اسمها اوبيركيولوم او غطا. تمام، طيب ده كان بالنسبه للايج. دي كانت ايه، دي كانت الخصائص او المورفولوجي بتاع التريماتودز. طب في حاجه بقى اسمها الجنرال لايف سايكل بتاع التريماتودز. اي دوده يا جماعه من الديدان المفلطحه او من التريماتودز فيها لايف سايكل. لايف سايكل يعني متعرف عليه، يعني هنلاقي اللايف سايكل متشابهه جدا في كل التريماتودز اللي هناخدها. اول حاجه بيتمحور حوالين ايه، اللايف سايكل بيتمحور ان الدوده دي يا جماعه بتبيض. تمام، الدوده دي من الديدان اللي هي بتبيض. خلاص، فالبيض ده بيحتاج ايه، بيحتاج انترميديت هوست وبيحتاج ديفنسيف هوست. دي اللايف سايكل بتاعت التريماتوز، بتبقى محتاجه انترميديت ومحتاجه ديفنسيف هوست. خلاص، بيقول لك عشان الاكز دي تهاتش او تفقس وتطلع البارازايت اللي جواها او اللارفا اللي جواها، لازم تتعرض لميه، يعني لازم تتعرض لميه عشان تفقس. لو ما تعرضتش لميه ما بتفقس، وساعتها البارازايت بيموت وكده ما بيكملش اللايف سايكل بتاعته. فغالبا يا جماعه لما نيجي ناخد التريماتودز دي وناخد المثال عليها، هنلاقي اي شخص بيتعرض لتريماتود بيبقى غالبا سببه اي حاجه من الميه، يا اما عام في الميه، يا اما كل مثلا مأكولات بحريه، لان البارازايت ده عشان خاطر يكمل اللايف سايكل بتاعته لازم البيضه تطول لها ميه. خلاص، طيب ده بالنسبه للجنرال لايف سايكل. خلاص، زي ما انتم شايفين كده، مش هنحرقها عليكم، هنعرفها في ايه، هنعرفها في النوع البارازايت اللي معانا. طيب اخر حاجه معانا بقى في المقدمه بتاعه التريماتود، اللي هي كلاسيفيكيشن بتاع الفلوكس. الفلوكس دي يا دكاتره هي بتساوي كلمه ايه، بتساوي كلمه تريماتودز عادي جدا. خلاص، يبقى التريماتودز هي كلمه فلوكس، عشان ما تتلخبطوش، الاثنين واحد. تمام، طيب بيقول لك بقى كلاسيفيكيشن بتاع الفلوكس. قال لك ان احنا عندنا انتستاينال فلوكس وليفر فلوكس ولانج فلوكس وبلاد فلوكس. يعني ايه بقى الفلوكس او التريماتودز يا دكاتره، اللي هي ديدان المفلطحه، بنقسمها على حسب المكان اللي هي بتعيش فيه اكتر حاجه، لان ان في جزء من التريماتودز او الفلوكس بيحب يعيش جوه الانتستين، فسميناها انتستانال فلوكس. ومثال عليها حاجه اسمها الهيتروفيس. هيتروفيس ده برضه زي حازم حازم كده، الهيتروفيس هيتروفيس نبقى عارفين كويس جدا ان دي من نوع الانتستانال فلوكس، ودي اللي هناخدها دلوقتي بالتفصيل، دي اللي هنشرحها النهارده باذن الله. تمام، طيب تاني نوع من الفلوكس او التريماتودز اللي هي الليفر فلوكس. الليفر فلوكس اللي هي الفلوكس او التريماتودز اللي بتحب تعيش جوه الكبد او الليفر، ودول حاجتين، حاجه اسمها فاشيولا جايجانتيكا وفاشيولا هيباتيكا، تاخدوهم برضو. تمام، طيب تالت حاجه، على لو كانت الفلوكس او التريماتودز دي عايشه في اللنج، مثال عليها الباراجونيماس. تمام، لو عاشت في البلاد، مثال عليها الشيستوزومز اللي هي البلاد فلوكس، اللي هي ايه بالهرسيا بتعيش جوه الدم. خلاص، يبقى تاني كلاسيفيكيشن بتاع الفلوكس او التريماتودز، عندنا انتستاينال اهم حاجه، الهيتروفيس هيتروفيس عشان هناخدها بالتفصيل دلوقتي. انتستاينال فلوكس زي الهيتروفيس هيتروفيس، الليفر فلوكس زي فاشيولا جايجانتيكا وفاشيولا هيباتيكا، واللونج فلوكس زي البارجونيمس، والبلاد فلوكس زي الشيستوزوم. تمام يا دكاتره، طيب باختصار كده شديد عشان ما تتلخبطوش، اول ما نخش في المحاضره تفهموا الكلام ده اكتر وتفهموا انا قصدي ايه. مبدئيا احنا بنتكلم عن ايه، بنتكلم على، دخلنا في الشابتر بتاع ايه، بتاع الديدان او ايه او الهلمنسس،
وعرفتكم ان الدندن دي عشان عددها كبير قسمناها 3 انواع، حاجه اسمها التريماتودز وحاجه اسمها النيماتودز وحاجه اسمها سيستودز، وقسمنا الاسماء دي على حسب شكلها وحسب الخصائص الايه اللي بتجمعها او بتشبهها يعني. طيب التريماتودز حاجه اسمها ديدان المفلطحه، يعني ايه مفلطحه؟ يعني بتبقى مبططه كده تمام. عشان كده قلنا اول حاجه في وصفها ان هي تبقى فلات او فليشي، تاني حاجه ان هي بتبقى شبه ورقه الشجر، تالت حاجه ان هي تبقى لونجيتد، كمان بتبقى انسجمنتد جسمها مش متقسم زي ما انتم شايفين في الصوره. افتكروا الصوره كويس وانتم تعرفوا تطلعوا منها اي حاجه. لو جيتوا تبصوا هتلاقوا فيه خطين كده بني متفرقين عن بعض، دي بنسميها اليمنتري سيستم. بيقول لك ان اليمنتري سيستم فيها بيبقى سيبريتد ما عدا بعض الفصائل بيلتحم تحت. طيب كمان حاجه مميزه ليها ان كل التريماتودز او الديدان دي بتبقى هيرمافرودايت، يعني بتبقى خنثى بيبقى فيها الاعضاء التناسليه او الاعضاء الجنسيه بتاع الميل والفيميل ما عدا الشيستوزومز الوحيده اللي هي بيبقى في منها دوده ميل ودوده فيميل. خلاص طيب بعد كده المورفولوجي بتاع اللارفا، قلنا اللارفا فورمز بتبقى عباره عن 5 حاجات تقريبا، الايج والميراسيديوم والسبوروزيست والسيركاريا وبعدين الادلت فورم. في كمان شكلين، الحاجة اسمها الميتا سيركاريا وحاجة اسمها الريديا تمام، بس هما مش موجودين في الصورة يعني تعرفون دلوقتي تمام. السيركاريا دي بتبقى غالبا شبه الحيوان المنوي، بتبقى ليها ديل كده في كل التريماتودز بتبقى ليها ديل واحد، بس في الشيستوزومز بيبقى ليها ديل مقسوم نصين. خلاص طيب الايج يا دكاترة، برضو الايج فيها حاجة مهمة ان هي بتبقى اوفل وبيبقى فيها حاجة اسمها الاوبيركيلم او الغطا زي ما انتم شايفين في الصورة البني دي، بينما الشيستوزومز الايج بتاعتها بتبقى اوفر عادي جدا بس مبيبقاش ليها اوبركلم، لكن بيبقى ليها بديل عن اوبركلم حاجه اسمها سباين او شوكه تمام. الجنرال لايف سايكل قلنا هي بتبقى تتمحور حوالين ان ايه، ان التريماتودز دي بتبيض والبيض بتاعها ده عشان خاطر يفقس لازم يتعرض لميه، وان الهوستس بتاعت اللايف سايكل بتاع التريماتودز غالبا بتتكون من انترميديت هوست وديفينيتيف هوست. طيب قلنا الكلاسيفيكيشن بتاع الفلوكس قسمناه على حسب الاورجان اللي عايشه فيه، لو عايشه في الانتستين ساعتها احنا بنسميها هيتروفيس هيتروفيس، ولو عايشه في الليفر ده نوع اسمه فاشيولا جايجانتيكا او فاشيولا هيباتيكا، ولو عايشه في اللنج ده نوع اسمه بارجوني، بس لو عايشه في البلاد بنسميها شيستوزوم. طيب نيجي بقى للصوره اللي قدامنا دي يا دكاتره، دي برضو مايند ماب للهيتروفيس هيتروفيس، قد ايه هي سهله ومبسطه وبجد يعني شامله كل البارازايت، مفيش اي كلمه متشاله منها. لو ذاكرتها كويس هتعرفوا كل حاجه عن البارازايت ده وتقدروا تحلوا باذن الله في الامتحان. طيب مبدئيا كده يا دكاتره احنا اتكلمنا عن التريماتودز وقلنا من ضمن التصنيفات كان اول حاجه معانا الانتستاينال ايت فلوكس او انتستاينال تريماتودز. طيب الانتستاينال فلوكس او تريماتودز قلنا المثال عليها حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها الهيتروفيس هيتروفيس تمام، زي موجود عندكم في الصوره الهيتروفيس هيتروفيس. طيب الهيتروفيس هيتروفيس دي يا دكاتره هي من ضمن الانتستاينال فلوكس، وممكن يجيب لك سؤال عادي جدا جدا يقول لك الانتستاينال فلوكس من ضمنها ايه، يقول لك الهيتروفيس هيتروفيس ولا الفاشيولا هيباتيكا ولا الفاشيولا جايجانتيكا ويلخبطك كده، فانت عارف ان هي الهيتروفيس هيتروفيس تمام. طيب يبقى دي اول حاجه، لو جيتوا تبصوا هتلاقوني ان الرسمه هنا دوده ورقه شجر نظرا ان هي من التريماتودز وكده فشبه ورقه الشجر شويه، وهتلاقوني في جنب كده رسمه ده مش شاليمو، لا هي دي المفروض انتستين يعني تمام. فليه؟ لان اصلا قلنا ان هي من ضمن الانتستاين فلوكس. خلاص وانتوا تفتكروا الصوره دي هتعرفوا كل حاجه عن البارازايت. مبدئيا كده يا دكاتره عايزين نبدا في المايند ماب بتاعنا، نبقى عارفين اول حاجه ايه، ثانيه واحده نبقى عارفين اول حاجه يا دكاتره في المايند ماب بتاعتنا اللي هي ايه، اللي هو الديسيز اللي بيعمله البارازايت ده. مبدئيا كده يا دكاتره قاعده عامه تاخدوها في كل البارازايت اللي هتقابلكم، ان اي بارازايت عايزين نطلع منه اسم الديسيز بتاعه بناخد الاسم البارازايت وبنضيف له كلمه ييزس، اي اي اس اي اس، خلاص بنضيف له مقطع ييزس. يبقى لو عايزين مثلا نطلع اي حاجه في الدنيا مها مثلا ما هييزس ده كده، يبقى لو انا بارازايت بعيد الشر، لو انا بارازايت هتطلع مني ديسيز هتضيف لي مقطع ييزس يبقى ما هييزس تمام. فاي بارازايت عايزين نطلع منه الديسيز بنضيف ايه الاسم البارازايت ده مقطع ييزس. خلاص فاحنا عندنا البارازايت عندنا اسمه هيتروفيس هيتروفيس، فبالتالي الديسيز اللي بتعمله حاجه اسمها هيتروفييزس. خلاص يبقى الهيتروفيس المرض اللي بتعمله حاجه اسمها هيتروفييزس، او ممكن اسم تاني هيتروفييديزس، هو ده ضاف هنا دي اي اي اس اس مش هتفرق، المهم ان انت بتضيف مقطع ييزس تمام. يبقى المرض اللي بتعمله الهيتروفيس هيتروفييزس وهيتروفييديزس، في شواذ للقاعده دي او في بس مش كتير قوي خلاص، بس احنا في الغالب بنضيف المقطع ده.
يبقى اول حاجه الديسيز اللي بتعمله هيتروفيس هيتروفيز خلاص سهل، ولو جه يا ريت يجي اصلا، يعني هو سؤال هبل ويا ريت يجي فعلا خلاص. طيب تاني حاجه معانا اللي هي جيوغرافيكال ديستريبيوشن، الجي دي دي معناها جيوغرافيكال ديستريبيوشن، مبدئيا كده موجوده فين مش مهم تعرفوا قوي، يعني مش هيجيب لكم سؤال يقول لكم موجوده فين، بس اعرفوها لنفسكم. هي طبعا بتبقى موجوده في مصر، بتبقى موجوده في ايران، بتبقى موجوده في الفار ايست خلاص. طيب نيجي بقى لتالت بوينت معانا، وهي بوينت المورفولوجي، دي مهمه جدا. البوينت المورفولوجي بتاع الهيتروفيس هيتروفيس، واحنا عارفين ان الهيتروفيس هيتروفيس من ضمن حاجه اسمها ديدان. الديدان ايه يا دكاتره؟ الديدان المفلطحه تمام. طيب مبدئيا الدكاتره الهيتروفيس هيتروفيس او الديدان اللي هي المفلطحه دي او التريماتودز شكلها بيبقى عامل ازاي؟ قلنا على حسب المرحله العمريه اللي هي بتمر بيها، يعني مثلا لو كانت ادلت تمام، لو كانت ادلت يا دكاتره بنقول ايه، لو كانت ادلت بيبقى شكلها عامل ازاي؟ هي الدوده زي ما انتم شايفين في الصوره كده، في شكلها كده بالظبط خلاص، زي بتبقى شبه ورقه الشجر، او غالبا بتبقى بايريفورم ان شيب، شبه الايه، شبه الكمتريه كده خلاص. طيب وزي ما احنا قلنا في الخصائص العامه من التريماتودز، لو تفتكروا شكل الدوده كان عامل ازاي، قلنا بيبقى عندها حاجه اسمها سكرز، ودي عباره عن اورجنز اوف فيكسيشن، من ضمن السكر دي حاجه اسمها اورال سكر وبنترال سكر وجينيتال سكر خلاص. طيب ثانيه واحده، يبقى دكاتره زي احنا بنتكلم عن نقطه ايه، بنتكلم عن نقطه المورفولوجي خلاص، ونقطه المورفولوجي قلنا ان هي بتبقى شبه الكمتريه كده خلاص. طيب اول حاجه ده ايه، ده الادلت، يبقى اول حاجه يا دكاتره عندنا اللي هي ايه، المورفولوجي. في المورفولوجي اللي هو المورفولوجي بتاع الادلت اوف هيتروفيس، يعني الدوده الناضجه من الهيتروفيس بتبقى شكلها عامل ازاي، قالك ان هي بتبقى شبه الكمتريه كده زي ما انتم شايفين في الصوره، بتبقى شبه الكمتريه، وبتبقى عندها سكرز، حاجه اسمها اورال سكر، وحاجه اسمها فنترال سكر، وحاجه اسمها جينيتال سكر خلاص. مش مهم تعرفوا انواع السكرز، اهم حاجه تعرفوا ان شكلها بيبقى بايروفورم ان شيب عشان العملي تمام. طيب بالنسبه بقى لتاني حاجه معانا او تاني مرحله عمريه اللي هي الايج، مبدئيا كده الايج وصفها بنقول في 3 اس و 3 2 اس و 3 سي، ال 2 اس السايز والشيب، وال 3 سي الكالر والكونتنت وايه والكونسيستنسي خلاص. طيب مبدئيا كده عندنا الاتنين اس يا دكاتره بتوع الهيتروفيس اللي هو السايز والشيب، قالك ان السايز بتاع الدكاتره بيقولك ان هو بيبقى ايه، بيبقى 30 في 15 مليمتر مايكرومتر خلاص، مش لازم تعرفوا السايز خالص ولا تعرفوا اي ارقام، مش مهمه نهائي، مش هيسالكوا فيها باذن الله. طيب تاني اس معانا اللي هي الشيب، الشيب بيقولك ان هي بتبقى اوفال ان شيب، اوفال ان شيب يعني بيضاويه زي ما انتم شايفين في بصوا يا دكاتره ده، دي رسمه ايه، دي رسمه الايج خلاص. بص يا دكاتره معلش انا كنت عايزه اكبر لكم الصوره عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم، احنا بنتكلم عن ايه، بنتكلم على المورفولوجي بتاع الايج بتاع ايه، بتاع الهيتروفيس هيتروفيس. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين في الصوره يا دكاتره، من الصوره دي اي ايج عموما المورفولوجي بتاعها بيبقى 2 اس و 3 سي، ال 2 اس السايز والشيب، السايز اللي هو 30 في 15 سم مليمتر مايكرومتر مش لازم تحفظوه، الشيب يا جماعه زي ما انتم شايفين ان هي شبه البيضه، بتبقى هي ايج فاذا ان هي اوفال، بتبقى اوفال ان شيب خلاص، وبتبقى الكونتنت بتاعها بيبقى في قلبها ايه، بيبقى في قلبها ماتيور ميراسيديوم، مهمه جدا جدا ان الايج بتاع الهيتروفيس هيتروفيس بيبقى في قلبها ماتيور ميراسيديوم خلاص، الايج بيبقى في قلبها لارفال ستيج، اللارفال ستيج دي عباره عن ماتيور ميراسيديوم تمام. طيب لما بتفقس بتطلع الماتيور ميراسيديوم ده، هنعرف دلوقتي خلاص. طيب كمان من ضمن خصائص الايج دي زي ما قلنا الخصائص العامه بتاع التريماتودز، قلنا الايج بتاع التريماتودز غالبا بتبقى عندها حاجه اسمها الاوبركيولم او غطا خلاص، الاوبركيولم ده بيبقى عباره عن غطا زي ما انتم شايفين كده، زي غطا الحله تمام. باقي الحاجات يا جماعه مش لازم تحفظوها، يعني اهم حاجه تبقوا عارفين ان الايج دي بيبقى لونها بني، الكلر بتاعها بيبقى لونها بني زي ما موجود في الصوره كده، وان هي الكونتنت بتاعها بيبقى في قلبها ماتيور ميرسيديوم، وبالنسبه للاوبركيولم برضو ده حاجه مميزه ليها جدا خلاص. طيب الشيب بتاعها لازم تبقوا عارفين ان هي بتبقى ايه، اوفال ان شيب عشان خاطر العملي وكده تمام. طيب ده بالنسبه للايج. طيب المورفولوجي بقى بتاع اللارفا، اللارفا بقى بتاع الهيتروفيس دي بتبقى عامله ازاي؟ كمان يا جماعه زي ما احنا اتكلمنا في الاول قلنا التريماتوز اللارفا الستيجز بتاعتها غالبا بتبقى 5 أو 7 تمام. طيب هنا احنا عندنا اللارفا الستيجز بتاع الهيتروفيس كام واحده بقى، ادي يا جماعه اول حاجه، اول لارفا الستيج معانا اهي، اول حاجه يا جماعه معانا الميراسيديوم، تاني حاجه معانا السبورز اللي تحتها، تالت حاجه الريديا تحتها، رابع حاجه السيركاريا، واخر حاجه الميتا سيركاريا
تمام. طيب مبدئيا كده يا جماعه، الميراسيديم، الميراسيديم ده دكاتره من ضمن اللارفال ستيجز، واللارفال ستيجز قلنا الميراسيديم ده بيبقى موجود جوه الايج. لما كنا اتكلمنا عن الكونتنت بتاع الايج قلنا ان هي بيبقى في قلبها ماتيور ميراسيديم، وقلنا الميراسيديم ده من ضمن اللارفال ستيجز، واهم حاجه تبقوا عارفينها عنه ان هو بيبقى عنده حاجه اسمها سيليا او بيبقى سيلييتد. خلاص السيليا دي يعني اهداف، خلاص. والاهداف دي بيحتاجها في ايه؟ بيحتاجها عشان خاطر يعوم جوه الميه. مش احنا عرفنا من الخصائص العامه للكريماتودز عموما ان هي الايج بتاعتها عشان تفقس لازم تبقى موجوده جوه ميه، خلاص. فبالتالي لو الايج دي تعرضت لميه وفقست هتطلع من جواها ايه؟ هتطلع من جواها الماتيور ميراسيديم بتاعها. فهو لو طلع كده وما عندوش السيليا دي مش هيعرف يعوم وهيغرق ويموت، فلازم يبقى عنده السيليا دي او الاهداف اللي حواليه دي عشان خاطر يقدر يعوم جوه الميه، تمام. طيب يا دكاتره عشان ال بتاع التسجيل وقف وانا مش عارفه اوقف فين بالظبط، فاحنا هنعيد تاني نقطه المورفولوجي. احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم على المورفولوجي بتاع ايه؟ بتاع الهيتروفيس، خلاص. وقلنا المورفولوجي بتاع الهيتروفيس او اي حاجه عموما بنقسمه لثلاث حاجات. اول حاجه المورفولوجي بتاع الادلت، وقلنا ان الادلت الدوده عموما الادلت تبقى شكلها عامل ازاي؟ تبقى شبه الكمثرى، بايريفورم ان شيب، خلاص. طيب الايج يا دكاتره، الايج قلنا ان الايج دي اهم حاجه نبقى عارفين ان هي بتبقى اوفال ان شيب، ونبقى عارفين ان هي لونها براون ان كولر، ونبقى عارفين ان هي عندها حاجه اسمها اوبيركلم او غطا، وكمان نبقى عارفين ان الكونتنت بتاعها ماتيور ميراسيديم. اهم حاجه نبقى عارفين ان جواها ايه؟ جواها ماتيور ميراسيديم، تمام. طيب بعد كده الايج دي لو فقست هتطلع لنا ايه؟ هتطلع لنا اللارفا اللي جواها. طب اللارفا اللي جواها دي عندنا ايه؟ عندنا اول حاجه في اللارفا اللي هي ايه؟ اللي هي الميراسيديم. اهم حاجه في الميراسيديم نبقى عارفين ان هو عنده ايه؟ سيليا. السيليا دي عشان يقدر يعوم. تاني حاجه الميراسيديم ده جواه او هيتحول لحاجه اسمها سبوروسيس. السبوروسيس ده عباره عن كيس كبير جواه اكياس صغيره. الكيس الكبير ده جواه اكياس صغيره اسمها ريديا. الريديا دي الاكياس الصغيره دي جواها حاجه اسمها سيركاريا، تمام. طيب السيركاريا دي ليها ايه؟ تتكون من حاجتين، راس وديل. لو فقدنا الديل بتاع السيركاريا ده وكونت حواليها سيست ساعتها احنا بنسميها ميتا سيركاريا. فاذا الميتا سيركاريا عباره عن ايه؟ عباره عن سيركاريا بس من غير الديل بتاعها وحواليها سيست، تمام. ساعتها بنسميها ميتا سيركاريا. ده باختصار شديد المورفولوجي بتاع ايه؟ بتاع الهيتروفيس. مهم جدا نبقى عارفين. طيب بعد كده ننتقل للنقطه اللي بعدها، والنقطه دي لو خلصناها يعتبر كده خلصنا المحاضره كلها. طيب اللايف سايكل يا جماعه نقطه من ضمن النقط المهمه جدا جدا جدا، تمام. اللايف سايكل بقى يا جماعه بتاع الهيتروفيس. هيتروفيس طيب بتحصل ازاي بقى؟ بيقول لك يا جماعه دلوقتي احنا عندنا الهابيتات بتاع البارازايت ده بيعيش فين؟ قول الهابيتات ده عباره عن ايه اصلا؟ هو عباره عن الاورجن اللي بيعيش جواه التشو، او الاورجن اللي بيعيش جواه الادلت فورم من البارازايت. فاذا يا دكاتره الهابيتات بتاع الهيتروفيس، هيتروفيس احنا قلنا ان هي من ضمن ايه؟ التريماتودز او من ضمن الفلوكس. اي نوع من الفلوكس بالظبط؟ قلنا ان هي من ضمن الانتستاينال فلوكس. اذا هتبقى عايشه فين؟ تبقى عايشه جوه الانتستين. الانتستين اي انتستين؟ طب ما الانتستين دي في منها لارج وفي منها سمول. قالك لا، الهيتروفيس هيتروفيس تبقى عايشه جوه السمول انتستين، تمام. يبقى الهيتروفيس هيتروفيس يا جماعه بتبقى عايشه جوه الايه؟ السمول انتستين. بتبدا تكبر في السمول انتستين لحد ما تبقى ادلت فورم، والادلت فورم دول بيتجوزوا. يعني هي مش بتتجوز، هي بس خنثى فبتنزل بيض. خلاص بتبيض يا جماعه زي ما احنا قلنا في الخصائص العامه للكريماتوز ان هي بتبيض. هتنزل بيض جوه السمول انتستين بتاع الهيومن. ولما الشخص ده يجي ينزل فيسس او ستول، يعني يخش الحمام ونزل فيسس او ستول، خلاص. لو مثلا الشخص ده عمل عاده سيئه ان هو يعمل حمام في ترعه او في اي يعني مكان فيه ميه، خلاص، ونزل الفيسس او السول بتاعه ده جوه الميه دي، ساعتها الفيسس او السول ده هينزل فيها الاكس، هينزل فيها البيض بتاع البارازايت، تمام. طيب اذا وصلنا لمرحله ان الايج دي نزلت جوه ميه، هي نالت غرضها. لازم الايج عشان خاطر تهاتش او تفقس لازم تتعرض لميه. فرضا الشخص اللي هو عنده في معدته وعنده البارازايت نزل الايجز بتاعته في مكان ناشف ما فيهوش اي ميه، ساعتها هيحصل ايه؟ هيحصل ان الايجز دي هتموت، تمام، والبارازايت مش هيكمل اللايف سايكل بتاعته. لكن لو نزلها في مكان فيه ميه، ساعتها الاكس دي هتفقس وهتطلع ايه اللي جواها؟ هي الاكس بيبقى فيها ايه؟ الاكس بيبقى فيها
ايه الميراسيديوم. خلاص احنا دلوقتي وصلنا ان الميراسيديوم خرج من جوه الايه، من جوه الايج، وبدا ايه، بدا يعوم بالسيليا بتاعته جوه الميه. الميراسيديوم ده هيبقى مالي الميه كلها. الميه دي يا دكاتره هنلاقي فيها حاجه اسمها سنيل. سنيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن حلزون. خلاص الحلزون ده يا دكاتره ماشي في الميه كده غلبان، هيلاقي الميراسيديوم ماشي بيعوم في الميه، هيروح عشان ياكله، هو مش لاقي حاجه ياكلها، فيقوم واكل الميراسيديوم ده. الميراسيديوم ده هيخش جوه جسم السنيل، هيتحول لايه؟ هيتحول لحاجه اسمها سبوروسيست، ومن السبوروسيست هيفقس جوه جسم السنيل ويطلع الراديالو جواه، والراديالو جوه السبوروسيست هتفقس جوه جسم السنيل برضو وتبدا تطلع السركاريا. هيطلع بقى السنيل ده السركاريا من جسمه، هتخرج السركاريا من جسم السنيل، هتخرج السركاريا تبدا تعوم برضو جوه الميه بديلها ده اللي عامل شبه التعبان. خلاص هتمشي في الميه، تمشي في الميه، الميه دي فيها ايه؟ فيها سمك. السمك ده هيلاقي السركاريا ماشيه في الميه. وبالمناسبه السركاريا بتاع الهيتروفس حاجه اسمها ليبتوسيركس، خلاص، او سوري لوفو سيركس، اسمها لوفو سيركس. يبقى السركاريا بتاع الهيتروفس اسمها لوفو سيركس، مهم جدا الاسم ده. السركاريا بتاع الهيتروفس اسمها لوفو سيركس سركاريا. خلاص ممكن يجيب لكم على فكره سؤال يقول لك السركاريا بتاع الهيتروفس اسمها ايه، تبعت ان هي اسمها لوفو سيركس سركاريا. خلاص طيب السركاريا ماشيه في الميه، ماشيه في الميه، والميه دي فيها سمك. السمكه هتلاقي السركاريا ماشيه فهتروح تتغذى عليها، هتاكلها. تمام، هبله، سمكه هبله، هتاكل السركاريا. السركاريا دي هتعمل سوري مش تاكلها يا جماعه، هي مش سمكه هبله ولا حاجه، السركاريا هي اللي هتروح تلاقي السمكه فتعمل تخرم جلدها وتخش جوه جسمها غصبا عنها. يبقى السركاريا هتعمل بنتريشن للسكن بتاع السمكه دي وهتخش جوه جسمها. خلاص والسركاريا دي هتبدا تخش وهتفقد الديل بتاعها، نفس فكره الحيوان المنوي بالظبط، وهو داخل جوه البويضه هتفقد الديل بتاعها، وطبعا هتبقى عباره عن راس بس. احنا قلنا السركاريا بتبقى عباره عن راس بس وهتكون حواليها سيست، ساعتها احنا بنسميها ميتا سيركاريا. فاذا السمكه دخل والسركاريا بتخش جواها، فقدت الديل بتاعها ودخلت ما بين اللحم بتاعها، فاذا تحولت لحاجه اسمها ميتا سيركاريا. فاحنا دلوقتي احنا عندنا سمكه في اللحم بتاعها فيها ميتا سيركاريا. خلاص يجي بقى الهيومن الجميل العسول، هيجي ايه؟ عايز نفسه في اكله سمك النهارده، لازم اكل سمك النهارده. طب انت عايز تاكل سمك ايه؟ انا عايز اكل سمك نص سوا، اللي هو ايه يا عم؟ انا نفسي اكل سمك ني، انا نفسي اكل سوشي. تمام، انا نفسي اوي اكل سوشي. فيبدا ياكل السوشي. السوشي ده عباره عن ايه؟ عباره في الغالب بيبقى سمك ني، سمك مش مستوي كويس، اللحم بتاع السمك ما بيبقاش مستوي كويس. طب فرضا ان اللحم بتاع السمك ده جواه بقى الميتا سيركاريا يا عسول، الميتا سيركاريا اللي هي بتاع الهيتروفس. خلاص ميتا سيركاريا ما استوتش كويس فما ماتتش، هي لسه عايشه لان حضرتك كلت السمك مش مستوي او كلته ني. خلاص فهتبدا تنزل جوه المعده بتاع الشخص، هتعيش فين؟ هتعيش جوه السمول انتستين. هتبدا الميتا سيركاريا دي تتحول لحد ما توصل للادلت ستيج، تبقى دوده كبيره، وبعدين القاره تعيد نفسها مره تانية. الدوده الكبيره دي تبدا تبيض وتنزل البيض جوه ايه؟ الانتستين، والانتستين تنزلها في الفيسس، وكذلك يعني اللايف سايكل تعيد نفسها من تاني. يبقى احنا باختصار شديد اللايف سايكل دي عباره عن ايه؟ عباره عن حكايه احنا بنحكيها. الحكايه دي يا دكاتره، الحكايه بتاع اللايف سايكل بيبقى افرادها مين؟ افرادها شخص عنده بارازايت في السمول انتستين بتاعه. اذا الهابيتات بتاع البارازايت ده هو السمول انتستين. تاني حاجه الشخص ده هيومن، فاذا الديفينيتيف هوست بتاعنا هيومن، لان البارازايت وصل في ايه؟ وصل للادلت ستيج. تمام، طيب الشخص ده في بطنه الادلت ستيج من البارازايت، هيبدا ايه؟ البارازايت يبيض جوه المعده بتاعته. لما الشخص ده ينزل الفيسس بتاعته في قلب ترعه او قلب اي نيل مثلا او اي حاجه، هيبدا ايه؟ الفيسس دي في قلبها الاجز بتاع البارازايت. الاجز دي هتبدا تعوم في الميه لحد ما تفقس، لان هي اصلا بتحتاج ميه عشان تفقس. الاجز دي لما تفقس هتطلع ايه؟ هتطلع الادلت او هتطلع الماتيور ميراسيديم اللي جواها. الماتيور ميراسيديم هيبدا يعوم في الميه ويبلبط، هيجي يعدي من جنبه السنيل او الحلزون. الحلزون ده جعان فهياكله، هيبلعه. يبدا بقى الميراسيديم ده يتحول جوه جسم السنيل ده للارفر ستيجز الثانيه لحد ما يوصل للسركاريا. السركاريا هتخرج من جوه جسم السنيل. يبقى اذا الميراسيديم دخل جوه جسم السنيل، خرج منه ايه؟ خرج منه سركاريا على طول.
سيركاليا ماشية في المية هتقابل سمك، السمكة دي السيركاليا تخش جوه جسمها، وهي بتخش هتفقد التيل بتاعها، هتفقد ديلها، فهتبقى عبارة عن راس بس جوه جسم السمكة. الراس دي عشان تحمي نفسها تكون حوالين نفسها سيست او حويصلة كده، وهتدفس نفسها ما بين اللحم بتاع السمكة. السمكة دي لو الشخص ده كلها وهي مش مستوية او كلها نية هيبلع الميتا سيركاريا صحية، لازم تبقى مستوية كويس عشان تموت، فاذا هيبلعها صحية وهكذا اللايف سايكل هتعيد نفسها. طيب باختصار شديد كده، مش ممكن برضو الانيمال يتعدي؟ اه ممكن الانيمال يتعدي. هيتعدي ازاي؟ ان هو برضو هياكل سمكة، هياكلها نية، وطبيعي اصلا الانيمال بياكل السمك نية، يعني مثلا القطة هتاكل سمكة نية، الطيور اللي هي موجودة بتطير كده فوق البحر بتاخد السمكة برضو، يعني ما بتروحيش ما بتستناش مثلا توديها لأي حد يشوها لها او تقول استنوا انا هروح اسويها الاول، لا هي بتاكلها نية. تمام. طيب فبالتالي برضو ممكن بعض الانيمالز اللي هي بتتغذى على السمك تتعدي. تمام. فاذا برضو البارازايت هيكمل اللايف سايكل عادي هو جسم الانيمال. فاذا احنا عندنا 2 ديفينيتيف هوست، عندنا الشخص الهيومن او الديفينيتيف هوست، تاني ديفينيتيف هوست معانا يا اما الحاجات الانيمالز بتتغذى على ايه، على السمك. تمام. يبقى دول بالنسبه للديفينيتيف هوست معانا 2، معانا الهيومن ومعانا ايه، معانا الانيمالز اللي بتتغذى على السمك. فاذا اللايف سايكل بتاعتها ايه هي افرادها او ايه هي اجزائها، عندنا اول حاجه او اي اول جزء او اول فرد معانا، مش احنا قلنا ايه اللايف سايكل بتتكون من ايه، بتتكون من هابيتات، بتتكون من تو هوستس وايه وتو ستيجز وايه تاني ومود اوف انفكشن. خلاص. طيب الاول حاجه الهابيتات قلنا السمول انتستين. تمام. تاني حاجة عندنا التو هوستس، عندنا اول هوست معانا الهيومن والتاني اللي هو الديفينيتيف هوست الهيومن او الحيوانات اللي بتاكل ايه، سمك. طيب الانترميديت هوست بقى يا جماعة عندنا 2، اول انترميديت هوست معانا السنيل، السنيل الحلزون اللي كان ايه، كان الميراثيتيوم وطلع منه سيركاري. هل السيركاري دي بتمثل ادلت ستيج؟ لا لسه ما وصلتش ادلت ستيج، ما وصلتش بقى الجوزة كاملة وكده، لا. فاذا هو بيمثل انترميديت هوست لان البارازايت ما وصلش للادلت ستيج. خلاص. فخرج من السنيل بقى سيركاريا. تاني انترميديت هوست معانا هيبقى ايه، السمكه. ليه السمكه بتمثل انترميديت هوست؟ لان دخل جواها سيركاريا واتحولت جواها لايه، الميتا سيركاريا. فاذا برضو كملت جزء من اللايف سايكل بس مش كله، ما وصلش برضو للادلتي. تمام. مبقتش ادلت، فاذا برضو يعتبر انترميديت هوست. فاحنا عندنا تو انترميديت هوستس، اول حاجه السنيل وتاني حاجه السمكه. خلاص. مهم جدا، مهمة جدا اللايف سايكل. طب الشخص بقى ده الستيجز بتاعته اللي هي الانفكتيف ستيج، ايه اللي هي الانفكتيف ستيج يا دكاترة؟ ايه هو الحاجة اللي دخلت جوه جسم الشخص وعدته اللي هي ايه، اللي هي الميتا سيركاريا؟ شطار. الميتا سيركاريا يا دكاترة اللي هو عمل لها عن طريق ايه، المود اوف انفكشن بتاعها، عن طريق ان هو بلع كل لحمة سمكة نية او مش مستوية قوي. خلاص يا دكاتره، ده باختصار كانت اللايف سايكل لمود اوف انفكشن، هو ايه، كل لحمه لحم سمك مش مستوي كويس. تمام. يبقى احنا يهمنا في اللايف سايكل كل الاجزاء بتاعتها اللي هي الهابيتات والانترميديت هوست والديفينيتيف هوست. عندنا 2 ديفينيتيف هوست الانسان والحيوانات اللي هي بتتغذى على الاسماك، وعندنا 2 انترميديت هوست اللي هم ايه، اللي هم السمكه والاسنين. خلاص. طيب بعد كده عندنا ايه دكاتره، عندنا الانفكتيف ستيج اللي هي الميتا سيركاريا ومود اوف انفكشن. هنحكي الشخص ده تعادى ازاي. هو تعادى عن طريق ايه، عن طريق ان هو كل اندر كوكد فيش. خلاص. طيب ده بالنسبه لللايف سايكل. مهم برضو عارفين ان السيركاريا بتاع الهيتروفيس اسمها لوفوسيركا سيركاريا. خلاص. طيب دي نقطه اللايف سايكل كده خلصنا منها. نيجي بقى للكام نقطه اللي فاضلين وهم سهلين خالص. اول حاجه كلينيكال بيكتشر، يعني ايه هي الاعراض اللي بتظهر على الشخص اللي عنده هيتروفييسيس. خلاص. اول حاجه لو كانت لايت انفكشن، يعني البارازايت اللي دخل جوه جسم الانسان مش كتير، فساعتها مش هيظهر اي اعراض، الشخص مش هيشتكي من اي حاجه. طب لو بقى دخل جوه جسمه كميه بارازايت محترمه، يعني هو كل كميه سمك ني محترمه، فاذا دخل جوه جسمه كميه ميتا سيركاريا محترمه، فالبارازيت كون عدد كبير جدا، فده هيبدا بقى يظهر عليه الايه، اعراض كتيره بقى. دلوقتي شخص عنده بارازيت جوه معده بتاعته، فالاعراض غالبا هيبقى ليها علاقه بالمعده. زي ايه مثلا؟ زي مثلا هو يجيله ابدومينال بين، بطنه توجعه،
تاني حاجه مثلا هيلاقي ميوكس في الاسطول بتاعه، خلاص ممكن مثلا يبقى عنده دايريه، يبقى عنده اسهال، خلاص مثلا الانتستين يحصل لها ألسريشن، لو البرازيت ده افرز توكسينز وكده ممكن يحصل ألسريشن، تقرحات في المعده. تمام، طيب يبقى دلوقتي الاعراض لو كانت هيفي انفكشن هيبقى اعراض ليها علاقه بايه؟ طبيعه الاعراض ليها علاقه بالمكان اللي موجوده فيه، لو هي انتستين هتبقى طبعا ليها علاقه بالانتستين، زي وجع في البطن، زي ميوكوس، زي دايريه، زي ألسريشن، خلاص. طيب لو البرازيت كان كتير جدا احيانا ممكن ينتقل لاورجنز تانية، يعني ممكن يسافر عن طريق الدم ويروح مثلا للبرين فيعمل سيجرز، يعمل ايه سيجرز اللي هي عبارة عن مش عارفة بالعربي يعني ايه، برضو سيجرز اللي هي تشنجات اعتقد، خلاص. ممكن لو راح مثلا برضو يعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن، وممكن لو راح للقلب يعمل كاردياك ديفكتس. تمام، وده بيبقى رير جدا، يعني رير ان هو ينتشر الاورجنز تانية غير الانتستين. تمام، طيب يبقى تاني كلينيكال بيكتشر لو كانت لايت انفكشن مش هيبقى فيه اي حاجه، مش هيحصل له اي حاجه. لو كانت هيفي انفكشن هيبدا يظهر عليه اعراض بقى اللي هي الانتستاينال مانيفستيشن، اللي هو مثلا ابدومينال بين، ميوكس، ودايريه، والسريشن في الانتستاينال وول. تخيل انت جالك مريض كده وانت قاعد في عيادتك وبيشتكي من اعراض ده، هل انت تبقى عارف ان هي بارازيتك انفكشن؟ فلازم تبقى عارف كويس ان يعني انت تعمل له تحليل، غالبا هيبقى تحليل الستول يعني امراض. ليه؟ لان الامراض هو اللي بينزل فيه الايه، بينزل فيه الاجز، ودي اللي هنقولها في نقطة الدايجنوزس والتريتمنت، ان هو الدايجنوز بيبقى غالبا عن طريق ايه، غالبا عن طريق ان انا باخد عينة ايه من اقول له اعمل تحليل براز، وطبعا بتاع المعمل بيشوفها تحت الميكروسكوب، لو لقى الاجز اللي هي بتاع الهيتروفس اللي احنا قلنا شكلها مميز جدا، اللي هي بتبقى لونها بني بقى وبركيوليتد وجواها ماتيور ميراسيتيوم، وشاف الشكل ده فعلا تحت الميكروسكوب، فاذا الشخص ده الاعراض اللي عنده دي بسببها ايه؟ سببها الهيتروفس، هيتروفس ولازم يتعالج. هيتعالج بايه بقى؟ في التريتمنت، تريتمنت حاجه اسمها البرازي كوانتيل. البرازي كوانتيل ده نوع برشام بياخده، ومع الوقت بيبدا ايه يموت البرازايت ده. تمام، طيب ده احنا باختصار اتكلمنا على البرازايت بتاعنا اللي هو ايه، اللي هو الهيتروفس هيتروفس. تمام، طيب الهيتروفس هيتروفس اخر مراجعه ليه ان هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن بارازايت او دودة من ضمن التريماتودز، الديدان المفتحة. طيب من اي نوع من التريماتودز او الفلوكس؟ من ضمن الانتستاينال فلوكس اللي هي بتعيش جوه الانتستين. طيب اول حاجة الديسيز اللي بتعمله حاجة اسمها هيتروفيزيس او هيتروفايديزيس، وموجودة فين؟ موجودة في مصر وايران والفار ايست، مش مهم. طيب اهم حاجة المورفولوجي قسمناه الادلت والايج واللارف. الادلت الدودة بتبقى شبه الكمتراية، بايريفورم ان شيب، بيبقى عندها ممصات، بيبقى عندها سكرز عشان خاطر تثبت نفسها، دي عباره عن اورجانس اوف فيكسيشن. طيب المورفولوجي بتاع الايج، الايج بتبقى برضو اوفال ان شيب، بتبقى لونها بني براون ان كولر، بيبقى جواها اهم حاجه بيبقى جواها ماتيور براسيديوم. تمام، طيب بيبقى عندها حاجه مميزه ليها جدا حاجه اسمها اوبيركولم او غطا. تمام، طيب ثاني حاجه او ثالث حاجه اللارفا. اللارفا عندنا على حسب، لو الايج دي فقست هتفقس في الميه وهتطلع من جواها الميراسيديوم. الميراسيديوم ده بيبقى عنده حاجه اسمها سيليا، اهداب. بعدين الميراسيديوم ده لو فقس هيطلع، او قصدي لو هيتحول بعدين لسبوروسيست، ده عباره عن كيس كبير جواه كيس صغيره بنسميها ريديا. الكيس الصغيره دي لو فقست هتطلع ايه؟ سيركاريا. السيركاريا دي بتبقى عباره عن راس وديل، لو الراس بس وحواليها ست بنسميها ميتا سيركاريا. طيب اللايف سايكل عرفناها، عرفنا ان الهوست ديفينيتيف هيومن او اي حاجه بتاكل السمك، المود اوف انفكشن او الانفكتيف ستيج بتبقى ميتا سيركاريا، شخص بيتعدي ان هو بياكل سمك ني او اندر كوكت، وكمان عندنا انترميديت هوست يا اما السنيل يا اما السمكه وبس، يعني غالبا دول الحاجات يعني احنا عايزين نعرفها. كلينيكال بيكتشر لو عدوى خفيفه مش هيظهر عليه اعراض، لو عدوى تقيله هيظهر عليه اعراض الابدومين بقى الانتستاينال وكده، زي مثلا هيجيله ابدومينال بين، هيجيله ميوكس ودايريه والسريشن. لو البارازايت راح لاي اورجان تاني هيسبب له اعراض، زي مثلا لو راح للبرين ممكن يعمل سيجرز، ممكن يعمل كاردياك ديفكتس، ولو راح قصدي للبرين هيعمل سيجرز ونيورولوجيكال ديفكتس، لو راح للقلب هيعمل كاردياك ديفكتس. خلاص، طيب التريتمنت عن طريق البرازي كوانتيل. طيب الدايجنوزس ازاي؟ ان احنا ناخد عينة براز هنلاقي فيها الاجز موجودة جوه الفيسس. تمام، طيب احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا. هنبدأ بس نحل كام سؤال كده على التريماتودز والهيتروفس عشان بس اتأكد ان انتوا ركزتوا معايا. طيب اول حاجة معانا بتقول ايه؟ بتقول all trematodes are hermaphrodite ما عدا ايه؟
كل الترياماتوز هيرمافروديت ما عدا ايه، ما عدا البلود فلوكس اللي هم ايه شيستوزومز. تمام دكاتره؟ طيب اللي هو اختيار رقم سي. طيب تاني سؤال بيقول الترياماتودز aren't segmented and have body cavity، يعني الترياماتودز ما بتبقاش segmented. دي صح، انا قلت ان هي ما بتبقاش segmented، جسمها مش متقسم. لا طب عندها body cavity have body cavity؟ لا دي غلط بقى، ان هو الترياماتودز ما بيبقاش عندها body cavity. خلاص فاحنا كده السؤال كده على بعضه ده فولس. تمام، لان هو بيحتمل بوينت صح وبوينت غلط، فطبيعي يبقى السؤال الايه السؤال كله غلط، فاذا ده فولس. طب السؤال الثالث الهيتروفيس از ريليتد تو ايه؟ الهيتروفيس ريليتد تو البلاد فلوكس ولا الانتستاين فلوكس ولا اللونج فلوكس؟ لا البلاد فلوكس. طيب it is an elongated sac like cyst that contains radia. elongated sac like cyst وفي قلبها radia، هي عباره عن جسم كبير في قلبه كيس صغير، دي ايه؟ السبوروسيست. الاختيار رقم سي. تمام طيب نيجي بقى ل بيقول لك الهابيتات بتاع الايه هيتروفيس. هيتروفيس ايه هو؟ اللارج انتستين ولا الليفر ولا سمول انتستين؟ السمول انتستين صح. طيب المان از ذا اونلي ديفنسيف هوست في الهيتروفيس، دي ترو ولا فولس؟ المان از ذا اونلي ديفنسيف هوست، فولس طبعا، لان قلنا من ضمن الديفنسيف هوست اي انيمال بياكل ايه؟ بياكل سمك. طيب السكند انترميديت هوست بتاع الهيتروفيس ايه؟ السكند انترميديت هوست، احنا لو تفتكروا اللايف سايكل كان اول حاجه الفيرست السنيل، السكند كان الفيش، خلاص تاني انترميديت هوست كان السمك. تمام طيب الانفكتيف ستيج بتاع الهيتروفيس ايه هي؟ الانفكتيف ستيج بتاع الهيتروفيس يا دكاتره الميتا سيركاري شطار. طيب الدراج اوف شويس اوف هيتروفيس، الدراج اوف شويس اوف هيتروفيس هو واحد، البرازيكوانتيل. البرازيكوانتيل شطار يا دكاتره، الاسئله دي مهمه جدا تبقوا عارفينها. انا كده خلصت شرح المحاضره يا دكاتره، هبعتها لكم، هبعت لكم الداتا بتاعتها، هبعت لكم المايند مابس كل حاجه. انتوا بس لو قريتوا المايند ماب مره واحده وحليتوا الاسئله دي ومع كل سؤال، يعني مثلا دلوقتي بقول لكم مثلا اي سؤال هاتوا البواقي بتاعته مثلا، خلاص يعني تبقوا عارفين مثلا ان ايه هي الهيتروفيس ريليتد تو، تبقى عارفين هي الانتستاين فلوكس، تبقى عارفين بقى ايه انواع التانية من الفلوكس وكل مثال عليها، لانه ممكن يجيب لكم سؤال عادي جدا. خلاص تبقى عارفين المصطلحات التانية، زي مثلا بقول لكم الونجيتد ساك لايك سيست بيبقى فيها ريديا، تبقى عارفين هي سبوروسيست، لا تعرفوا كمان السيركاريا وتعرفوا الميراسيديم في دماغكم، لان هو برده ممكن يجيب لكم سؤال تاني. فانتوا لو حليتوا الاسئله دي بدقه والميتوا بالموضوع باذن الله المحاضره دي هتفضل ثابته في دماغكم طول العمر. تمام، وباذن الله تقفلوا الباره وتحلوا كويس، وربنا معاكم يا رب.